مرحبا بكم في موعدكم اليومي مع نسمة. نسمة اليوم البلان الرئيسي بشكون رياضة عشية دربي بين الترجي والفريقي، بلاتوات التلفزيونات الكل فسحت المجال للحديث للأخصائيين، للممرنين، للناس اللي تفهم في 3-4 سنين، للناس اللي تفهم في التحكيم. نحن وعملا بمقولة سلطة الشعب للشعب، بمقولة اللجان الشعبية واللجان الثورية مش هكا خليفة، والبيت لساكنه والرياضة لمن يمارسها. الجمهور هو اللي باش يتكلم باش يفتي في الدربي هذا، جمهور الكلوب من جهة وجمهور الاسبيرانس من جهة. لكن قبل ذلك عندنا باش ننطلقوا نفتتحوا نسمة اليوم صاحبة معرض دائم في دبي تسعى للترويج لسورة تونس وجلب الاستثمارات تجارب. احنا بالنسبة لنا كخط تحرير لازمنا نشجعوها نعرفوا بها على خاطر بوتيتر الناس هذوما والنساء هذوم ينجحوا فيما فشلت فيه دبلوماسية كاملة إلى الآن، برشا أسئلة مطروحة أمام طبيعة علاقة تونس بدول الخليج بالإمارات تحديدا. بحضور وزير التجهيز ويلي منوبة تسليم 139 مسكن اجتماعي في تبربة، هل هي بداية الغيث الذي ينطلق من قطرة؟ توا كيف كيف لمنيا البصير مدير الشؤون القانونيه والعقاريه بوزاره التجهيز باش تحكي لنا على التسليم القادم للمساكن الاجتماعيه القادمه وين باش تكون. على خلفيه خلاف مع صاحب مقهى مجاور الاعتداء على امينه مكتبه غاريبالدي بالعاصمه. هذه غاريبالدي معلم تربوي تعرفوا خليفه بالكدا تربوي وثقافي ومعرفي نلقاو مهدد بقهوه مهدد بقهوه وبشيشه وبحكايات ودرا شنو، واكثر من ذلك الاعتداء على امينه المكتبه. والجواب الكبير ان شاء الله نلقاوه بعد الاخبار اكيد. دربي جمهور العاصمه لقاء قبل اللقاء. بعد الاخبار باش يكون عندنا حوار خاص مع سونيا مبارك وزيره الثقافه، وزاره الثقافه ملفات بالجمله ومواعيد قادمة أونترات قضية هذه غاريبالدي وغيرها من الأسئلة المطروحة على الساحة الثقافية. ننطلق بطبيعة من دبي الحديث حول المعرض اللي باش يقام في الأسبوع القادم. لكن قبل ذلك قبل ما نلانسي الفيتيير، تفاعل مع حصة ناس نسمة كان كبير بخصوص حالة خونا محمد الجبالي من قرنباليا، الأستاذ اللي مسكين من عدته الإعاقة من أنه يدخل يخدم بعد ما عدى أكثر من 15 سنة في البطالة. محمد جاب حذانا كان مطلبه الرئيسي يعطيه كرني متاع علاج ومنحة تضمن كرامته. حق وزارة الصحة تحركت في وقت قياسي، اتصلت محمد وتعهدت توفير الأدوية والرعاية الصحية. مش فقط ذلك، جنبه معتمد قرنباليا اللي نحيوه من المنبر هذا على سرعة تفاعله، قام باستدعاء المكتب وتم فحصه بحضور مدير مستشفى قرنباليا، وتم الاتفاق على تمكينه من دفتر علاج مجاني ومنحة، يعني وقع إقرار أنه سيتحصل عليها محمد الجمالي بداية من 17 أفريل الجاري. سي محمد الحبيب السعودي معتمد قرنباليا ورئيس النيابة الخصوصية، تحية خاصة، تحية خاصة ليك باسم كامل فريق البرنامج على تفاعلكم، وان شاء الله الناس كل تنسج على منوالك. خلينا نشوفوا سي محمد الحبيب يقولوا لي معايا في الهاتف ولا لا. سي أيه؟ محمد الحبيب السعودي معتمد قرنباليا، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم وتحيه لكم سي برهان، تحيه خاصه وكافه الفريق العامل معك وكافه الساده المشاهدين. يعطيك الصحه سي محمد الحبيب، تهنينا توا ان الحاله بتاع محمد سير قد طريقها للحل. اكيد قد طريقها للحل، وانا باش نبسط لك الوضعيه كما تمت يوم امس. احنا في الحقيقة كما أقر هو سي محمد الجمالي راه ما اتصلش بأي إدارة عمومية منذ 2004. احنا دوما سمعنا بالعملية هذه في البرنامج بتاعك سي برهان، استدعيناه بالسيارة الإدارية من إلى المكتب المعتمدية، مكتب المعتمد يعني، استدعينا كذلك السيد رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية والسيد مدير المستشفى المحلي بقرنباليا مرفوق بأحد الأطباء اللي هي طبيبة مباشرة بمستشفى قرنباليا، وتم تناول الموضوع من جانبيه الاجتماعي والصحي. أيوة. بالنسبه للجانب الاجتماعي الحقيقه درسناها على الاقل مكتبيا، تم اقرار منح سي محمد جمال الجمالي بطاقه معالجه مجانيه. كيف كيف تم اقرار منحه منحه للعائلات المعوزه اللي هي تقريبا تقدر ب 150 دينار في الشهر، فقط انه الاجراء التمتع بها رهين الاجراءات اللي هي ان شاء الله باش تكون في اسرع وقت. هذا من الجانب الاجتماعي. الجانب الصحي، الطبيبه مشكوره بارك الله فيها، تم فحص اولي للسي محمد الجمالي في المكتب بيدو في المكتب المعتمد، ومن بعد اتصلت هي بعلاقات الخاصه مشكوره باحد الاطباء المختصين في احد العيادات الخاصه في حمام الانف،
وكيف هو تبرع ومشكور اعطانا موعد باش هزينا بسياره خاصه ايضا مرفوق بعمده نيانو مرجع نظر سي محمد الجمالي حولناها للمساحه هذه قام فحصه واكد الطبيب ان العمليه ماهيش مرض عضوي هي معنى يعني حاله نفسيه اكثر منها مرض عضوي. اي خارق العاده. اعطاه اي تمام اعطاه يعني الاوردونانس ادويه وان شاء الله باش توقع متابعته في سبيطار جرنباليا وهكا نكونوا حلينا المشكله الاجتماعيه والصحيه مع بعضنا في مكتب المعتمدين. وهذا سي برهان بارك الله فيك انت توجهت بخطابك لمعتمديه جرنباليا هذا واجبنا الاخلاقي والاداري احنا تفاعلنا معه صبيحه اليوم موالي من البرنامج نتاعك. يعطيكم الصحه سي محمد الحبيب وربي يكثر منكم الناس وهذا هو نموذج المسؤولين اللي نحبوهم في بلادنا مش هكا خليفه؟ سي برافو لي سي برافو سي محمد الحبيب كذلك طبعا احنا قمنا بواجبنا وهم قاموا بواجبهم. يعطيهم الصحه سي محمد الحبيب السعودي معاذ مد جرنباليا ورئيس النيابه الخصوصية يعطيك الصحة بارك الله فيك. ألور نمشيو للفيتير الخاص بمعرض دبي ونبداو الحديث مع آمنة الإمام. تعتبر دبي العنوان الأبرز للأعمال وتسويق المنتجات من مختلف أنحاء العالم بسبب النمو الهائل اللي عرفته في جميع القطاعات في السنوات الأخيرة. هالامتياز خلى التونسية آمنة الإمام سيدة الأعمال مقيمة في دبي وصاحبة معرض دائم في دبي تقوم بتخصيص جناح خاص لتونس. جناح خصص بهدف ترويج البضاعة التونسية والتعريف بها في الخليج وغيرها من بلدان العالم. موقع الجناح التونسي بالمعرض العالمي الدائم بدبي اللي يزوره عدد كبير من رجال أعمال مثل فرصة لخلق سوق جديدة بالتحديد في السوق الإماراتية والتشجيع على التجارة الخارجية. أهمية هالمعرض يبرز في دعمه للثقافة والسياحة التونسية. الجناح يوفر مساحات عرض وخدمات إدارية قصد تسهيل وتنسيق العقود مع رجال أعمال الراغبة في ترويج المنتوج التونسي. اللي آمنة مرحبا بك. مرحبا يعيشك. معرض دائم في دبي ايش معناها دائم؟ عنده مدة وش يقعد هكا مفتوح؟ يعني على طول العام. أيوة. احنا حبينا من لون نعملوا معرض دائم تونسي على طول العام خصيصا بالمنتوج التونسي. لكن شفنا حسب الدراسة كل شيء لأنه نخصوا جناح من الأول يعني للتوانسة باش تكون ثم حملة دعائية للمعرض هذايا باش يعرفوه التوانسة اللي عندهم معرض بتاعهم خاص بهم للمنتوج بتاعهم في الامارات. في الامارات، المعرض هذا وين؟ في دبي اساسا ومفتوح يعني على طول العام بالضبط. فقط اي اتصلت بالصناعيين التوانسه بالمنجين بالكذا يعني شنو نسبه الاقبال من الطرف التونسي على انه يكون موجود في المعرض هذا؟ والله ثم اقبال طيب لكن شويه احنا ما حضرناش ياسر في الدعايه يعني المرئيه والسمعيه. وهذايا معناها اللي عاملين احنا مكتب تمثيلي في البحيره 2 وعاملين اللي مثلنا زاده في ولايه صفاقس ويس كونسلتينغ سي عبد الرحمن تريكي. ولهذا معناها قينا تشجيعات كبيره زاده من الافراد التوانسه. نشكر كثير سي وليد بلاقه اللي هو عاوننا في ايجاد العارضين واشهار فكره المعرض التونسي هذايا. حبينا نعملوها الفكره هذه خدمه لتونس وحب لتونس بما ان مقيمين البرة. وبما ان سيادتك تونس مقيمه في دبي؟ مقيمه في دبي عندي عده شركات غادي في عده اختصاصات. فكرنا في تونس ومصلحتها بما انه تونس متجهه للديمقراطيه الناشئه حبينا نساعدهم في الاقتصاد ونعملوا جلب استثمار التونس الاماراتي لتونس وكذلك تشجيع السياحه باش ندخلوا العمله الصعبه وان شاء الله ثم ايجاد حلول يعني للبطاله الموجوده في تونس. التفاعل من ناحيه الجهات الرسميه في تونس كوزاره التجاره وزاره الصناعه حاولتوا تقيموا علاقات بالنسبه للمعرض هذايا انه على الاقل الوزارات هذه تكون وسيطه بينكم وبين الصناعي التونسي والمنتج التونسي؟ صحيح قابلنا السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيدة سلمى اللومي شجعتنا برشا على المشروع هذايا وعملونا اتفاقية مع بعضنا لأنه باش ياخذوا جناحات يعني الجناح هذا التونسي تبناوه مع وزارة زادة كيف وزارة التجارة سي محسن حسن نشكره بشكر خاص اللي عاوننا وشجعنا برشا مع السيدة رئيس المدير العام
رئيس دار المصدر العزيز حتيرة ولا وكنا جهات بالحق عاونونا لكن ما كانتش كامله يعني كله يعني التطبيق حاليا مش موجود هذه الإشكالية يعني المتابعة فهمت المتابعة تو احنا عملنا الفكرة هذه كفرد انا جاوني مثلا في اللاك دو في المكتب بتاعي جوني معناتها حرفيين يحبوا يشاركوا في المعرض منهم والله واحد عشو يتفرج فيا ولا يبكي صدقني شنو اللي عنده 25 مليون ستوك هاي. فهمتني ما نجمش يروجوا لبرا علاش؟ على خاطر ثم سياح خاطر اقتصروا على السياحة الداخلية وهذه غلطة كبيرة احنا عملنا هذا باش نسوقوا المنتوج التونسي وخليه يتحرك السياحه المنتوج التونسي يتحرك. لا امنا الامام احنا نشتغلوا في اجواء الناس الكل سامحني خليفه اخر سؤال ونعطيك الكلمه الناس الكل تعرف طبيعه علاقاتنا بالامارات احنا كل قايل حتى فيزا انا عندي معطيات معلومات وما نعرفش حتى خليفه شاطر بيوري فيزا باش تاخذها وتمشي لغديكا ما تنجمش في الوضعيه الحاليه لان درا مبادرات من النوع هذايا اولا وين تحطها في سياق الاجواء الغير مفهومه بيننا وبين دوله الامارات العربيه المتحده ثم ثانيا تنجمش دبلوماسية اقتصادية تعوض ما فشلت فيه دبلوماسية سياسية في أنها توضح علاقات واضحة وضحت المعالم مع دولة في حجم الإمارات العربية المتحدة. أنا نحب أن نذكر الشركاء اللي هي أنا في الأمن الإمام اللي هي في المعرض هذايا معايا مديموزيل شيراز عطية كيف كيف تونسية ومعانا طرف إماراتي اللي هم دعمنا على الأخر في المعرض التونسي وقلت له أنا بلادي قبل كل شيء وانا كنت نتكلم على تونس بكل حب وطنيه لانه في حاجه للمساعده عملنا الفكره هذه باش تخرج نعرفوا بتونس نعرفوا بالمنتوج التونسي هذه مبادره فرديه تنجم تقول تو ننتظر من هموم الدوله المعنى التونسيه اللي باش تعمل مبادره معنا وتعاوننا بالاحرى ماذا بخصوص دوله الامارات؟ تعاونوا العارضين التوانسه خليهم يقاوا سوق جديده في الخليج اللي هي تقريبا منسيه معناها مش مقدوم عليها بالكل العالم الكل محطوط في دبي ناس كل تبيع وتشري غادي الا التوانسه يعني هذايا خليفه ومش جاوبني راك ما جاوبنيش على السؤال انا مش نعاود نرجع للمدام امنه الحقيقه لازمنا نعبروا عن تضامننا الكبير مع جاليتنا في الخليج وهما لان يمروا بجزء كبير من الصعوبات الحقيقه ثم مشكلات كبيره في علاقه بالتاشيرات بالتنقل اللي يروح ساعات ما يخوش تاشيره للعوده او الاقامه عائلاتهم باش يزوروا ثم مشكلات هذه حقيقيه وطرحت وثم جزء كبير مسؤولين عنه نحن في 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 بلادنا الطبقه السياسيه نفسها جزء من التجاذبات السياسيه لهنا انعكست في مستوى الخطاب على ما يجري في الخليج واحد انتقد في قطر الاخر انتقد في الامارات هذا يسب في الكويت هذا يسب في السعوديه هذا داخل مع الشيعة هذا ماشي مع السنه يعني المشكلات السياسيه لهنا انعكست على اوضاع غدي والجاليه تخلص الثمن والجاليه وكثير منهم عبروا عن تألمهم من هذه الوضعيه وجاونا وتعرف هذا برهان اكثر من اتصال اللي جانا يقول لك احنا باش نفتحوا التبعات ويلزم نفتحوا الملف هذا نفتحوا الاسبوع القادم زاد ناسنا واهلنا ومواطنينا هناك وما يدفعش وما يساهمش معنا باش يسند مثل هذه المبادرات اللي عند مدام امنه ونعاود ونرجع نقول نعمل معرض ولكن العارضين التوانسه باش يلقوا صعوبات كبيره راهو في الحصول على التاشيره ويهزوا بضائعهم لانه احنا التوانسه عندنا من خيرة التوانسة موجودين في الإمارات كفاءات بالحق باهية برشا والإماراتيين عندهم حب خاص لنا احنا للتوانسة ويقدروا هذه المجهود خاصة الفئة النسائية على خاطر جديرة بالاحترام وكانت عندنا التشجيع من طرف الإمارات يعني من طرف عالي جدا اللي هو مدعمنا في فكرة تونس إذا تم أي إشكالية ولا كانوا ما دوش مد معناها المساعدة للتوانسة هذيك كل إجراءات أمنية وإحنا بالنسبة للتأشيرات راهي تأشيرة معارض غير التأشيرة السياحية والتأشيرة يعني تأشيرة معارض تضمن أنها موجودة حسب إجراءات أخرى جدا على السياحية أو لا وجاليتنا ثم ملاحظة سامح مدام أنه جاليتنا في الخليج مختلفة عن جاليتنا في أوروبا وغيرها كلها نخبة كلها خيرة دعم العادية طبعا مثلا في ليبيا تمشي نخبة ويدعم العادية حكم التقارب الجواري يمشيوا لإيطاليا غير بالنسبة ما عدناش يدعم العادية في الخليج قليلة معظمها كلها نخبة وأصحاب شهيد وخبراء وديزانجينيور وسادة وأطباء وفرملية يعني كلهم موظفين من درجات عليا ما مش ممكن كذلك اليوم لهنا الطبقة السياسية ضحي بها كلية والله. هي هذوما غدو كي يروحوا شكون قبل
اذا كانت موفرين لهم بدائل مرحبا. يعني غادي مش مهتين بالرجوع، وخاصه ثم مبادره بيا بدات تحل التاشيرات وكل شيء مع المجهودات بتاع الحكومه التونسيه كذلك، هما كيف كيف ما عندهم حتى حاجه سلبيه ولا حاجه سلبيه ضدنا احنا غير امور امنيه وخلاص. كلامنا الإمام كلمتك الأخرى، كيف يتصلوا بكم بالنسبة للمعرض وقتاش يعني؟ هاي بالنسبة للافتتاحية باش يصير إن شاء الله نهار 8 ماي بقدرة ربي. الافتتاح باش يكون نهار 8 ماي، أوكي. بتدشين من السيد وزير التجارة سي محسن حسن. وجود في دبي غادي؟ أي في دبي، وبضع من الوزراء باش يكونوا حاضرين. شنو اخر ثم حضور كيف كيف النخبه زاده بتاع الامارات عندهم، هم النخبه اللي هم الشيوخه بتاعهم والشيخات ورجال اعمال من العالم الكل، بيسكو معناها دبي مفتوحه للعالم الكل. مازال الستاند معروضين على الصناعيين التوانسه وكذا؟ مازال. كيف يتصلوا يعرفوا باش يتصلوا؟ يتصلوا في المكتب بتاعنا في البحيره 2 عماره قرطبه 4 كاتريم ايتاج بيرو نمرو 7 النمرو اللي هو 555 119 551. الأمنة الإمام امرأة أعمال وصاحبة معرض دائم في دبي، شكرا جزيلا. باش نقول حاجة سي برهان، لأنه المعرض بتاعنا باش يكون مش باتجاه واحد، باش يساهم في جلب الاستثمار، استثمارات ضخمة باش نجيبوها من الإمارات لتونس، كذلك جلب السياح. هذه مهمة جدا، بيسكو السائح الخليجي يعني يصرف 5 مرات أضعاف السائح الأوروبي، وكذلك المدة السياحية الإقامة بتاعه تكون مطولة. ولا ونحب نوجه نداء آخر للحكومة التونسية، نحب نعرفه بالمعرض هذايا باش نعطيه فرصة للتوانسة الكل يسوقوا لبرا ويروجوا بالمنتوج بتاعهم، وتكون عندهم معناها سوق لهم هما موجود من خلال المعرض بتاعنا. يعطيك الصحة لأمنة الإمام امرأة أعمال وصاحبة معرض دائم بدبي، شكرا جزيلا للحضور وبالتوفيق. شكرا على الإضافة. بحضور وزير التجهيز وادي ملوبة تسليم 139 مسكن اجتماعي في تبربة، إن شاء الله بقدرة ربي هذا القطرة اللي تسبق الغيث. نستقبلوا لمنيا البصير بعد ما نشوفوا الروبورتاج هذا. 139 مسكن اجتماعي تم تسليمهم اليوم لأبناء تبربة من ولاية منوبة. الحفل حضر فيه وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي ووالي منوبة أحمد السماوي وأعضاء مجلس نواب الجهة. 139 منزل مع الأسف غير كافية لمثل هذه المناطق المحدودة الدخل من كل الجوانب، وفيهم أكثر من كيكة من عديمي الدخل، ولكن إن شاء الله بإذن الله مع تضافر المشاريع كل تقريبا 50,000 دينار المنزل الواحد. المشروع تأخر نعم، ولكن الحمد لله في إطار استمرارية الدولة اليوم نحتفل مع التوانسة الكل مع المواطنين الكل من أهالي تبربة بتسليم المساكن الاجتماعية، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السياسة الاجتماعية هذه تتواصل مع كل الحكومات. تسليم المنازل الاجتماعية هذه كان فرحة جات بعد طول انتظار لعائلات عاشت حياتها الكل في الكراء أو في منازل غير لائقة. بعد 5 سنين تحصلنا عليه، دفعنا المطالب ومن بعد بقينا نستناه، وبعد 5 سنين نتحصلنا الحمد لله. رجلي متوفي، عندي 5 أولاد، ما عندهم زاد خدم، معناتها نهار يخدموا نهار هكا ونهار هكا. والحمد لله النهار اللي تمنيت وصلت، الحمد لله يا ربي صبرت ونلت. في نفس الوقت عديد العائلات كانت الدمعة في عينيها والحسرة لأنه أسماءهم سحبت من القوائم الخاصة بضعاف الحال اللي لازم يتمتعوا بمسكن. فما شكون اللي قالك أنا مش ناخذ دار وباش نكره؟ معناها متملح ناس عندها فهمتني؟ لكن كتب لها باش تاخذ، وإحنا اللي ما عندناش دوسياتنا ما تتعداش، أنا أحد الناس دوسية ما تعداش، مشيت للمعتمدية طلبوا لي المنطقة تاع الشرطة في تبربة وجاوني وحبوا يوقفوني على خاطر انا تكلمت، وخاطر انا دوسيه ما فماش، وكي جيت نتكلم ما حب حتى واحد يسمعني. علاش ينحولي في اسمي؟ نحب نعرف علاش ينحولي في اسمي؟ يحب الواحد يحط عرفه قيد في روحه باش يعرفك الشخص هذاك اللي هو مسحق دار. ها اي شيرين الكل تعرفني بجاه ربي، اللي يعرفني ما مسحقش الدار يا سيدي، راجلي بكيت دم رجل الدار. وزير التجهيز والاسكان محمد صالح العرفاوي اكد انه سقف المطلبيه عاليه في تبربه نظرا لضعف حال عديد العائلات، ووعد بمواصله العمل على مشاريع كيف هذه لمحاوله ارضاء الجميع. تعرفوا مدينه مثل مدينه تبربه فيها كثير من المحدوديه الدخل، وهذاك علاش بعض المواطنين بطبيعه الحال يعتبروا رواحهم هما اولى من غيرهم، ولكن حاولنا
بمجهود جهوي ومجهود على مستوى تونس كذلك لمحاولة أقصى ما يمكن باش نكونوا أقرب للواقع. المنازل الاجتماعية هذه تم تسليمها اليوم ووعود مسؤولي الجهة بأنها ستواصل العمل على مشاريع كما هذه من أجل صالح البلاد والعباد. لمونيا البصير مدير الشؤون القانونية العقارية بوزارة التجهيز، مرحبا بك. مرحبا بك. هو اليوم فرحة بالتأكيد في طبربة وكشفنا العباد متفائلة وفرحانة، لكن أيضا فرصة لعباد أخرى باش سمعناها تستنكر وتشكك، فما شكون يقول لك أنا اسمي كان في الليستة وتجبد، فما شكون يقول لك أنا عندي أولوية وغيري هو اللي خذا الدار. بطبيعة نحن نحييو مجهود وزارة التجهيز اللي اليوم الناس كل في أجواء معناها باهية، تم توزيع الدفعة أولى بتاع 139 مسكن، لكن على الأقل ما يسالش، خلينا نشوفوا الوجه الآخر بتاع الكيس. شنو هي حلكم لحكاية بتاع التشكيك في قضية الشفافية في توزيع المساكن الاجتماعية هذه؟ شكرا أخبرين على الاستضافة. هو كنت جيت لهنا ما عنديش برشا وقلت اللي تسليم 139 مسكن في طبربة سيكون في الأيام القليلة القادمة وفيكتيفمون معناه الحمد لله. اليوم فرحانين الحقيقة احنا الكل وجميع الأطراف المتدخلة، نحب نشكرهم على خاطر هذا مجهود متاع أعوام متاع خدمة على مستوى وزارة التجهيز، معناها المكلفة هي وزارة فنية مكلفة بإنجاز الأشغال، فيها وحدة السكن الاجتماعي اللي هي إدارة عامة تشرف على متابعة تقدم الأشغال، وكالة التهذيب والتجديد العمراني لارو اللي تم تكليفها بإنجاز الأشغال. نحب نشكر السلطة الجهوية لولاية منوبة اللي هي فيها اللجنة الجهوية اللي مسؤولة قانونيا على فرز ملفات المرشحين للانتفاع بالبرنامج، أملاك الدولة اللي وفرت الأرض، شؤون اجتماعية اللي قامت بالأبحاث الاجتماعية، أملاك الدولة زاد دفتر خانة خاطر الولاية تعمل ركوبمون مع جميع الإدارات الجهوية من ناحية الملكية، معناها ممكن فما تم حذف أسماء على خاطر عباد ظهروا يملكوا ساعات يصرح اللي هما يملكوا. باهي المرأة اللي تسيح تعيط مسكينة هذيك تقول لك أنا يلزم نشوفوا في اللجنة الجهوية اللي هي لجنة فيها فريق متكامل فيه جميع الأطراف المتدخلة كما قلت من السلطة الجهوية غادي، من أملاك الدولة، من الشؤون الاجتماعية، من التجهيز زادة تقوم بالأبحاث الاجتماعية والتثبت من الحالات الكل حالة بحالة من جميع النواحي العقارية والفنية والاجتماعية. الشرطين الأساسيين اللي نحيوا على خاطرهم يتم حذف أو معناها إقصاء أحد المرشحين للانتفاع هو الملكية والدخل. أنه يملك وهو أنه دخله بالضبط، هو في الوثائق المودعة من الأول باش الناس تعاود تصب ملفاتها فما تصريح على الشرف انه ما يملكش هو بالقرين، تبقينا من بعد تتحرى الاداره وتثبت ويظهر اللي بالحق فما ملكيه. بربي حسب خبرتكم في الجانب هذا برشا حالات هكا؟ برشا حالات، فما برشا مغالطات راهو برشا برشا يغالطوا يغالطوا الاداره ويعمل تصريح على الشرف ويقول لك ما نملكش، وبعد كيف تعمل اللجنه الجهويه للتقاطع عمليه التقاطع لونكيت نتاعها وتثبت من القباضه تلقى عقد مسجل باسم القرين ولا باسم مرته، تلقى مثلا في دفتر خانه فما شهاده ملكيه معناها باسم واحد منهم. تلقى صارت هيبه اونتر تون، وساعات هو بالحق في 2012 كيف صب المطلب ما يملكش. من وقتها من بعد من اللي قريب الديار تحضر تبدلت الوضعيه، ملك ورثه فما حد توفى، الزوجه ظهرت تملك، الدخل زاد تحسن، فاتوا ثلاثه مرات الاجر الادنى المهني المضمون، ثلاثه مرات السميك، وبالتالي يتم معناها اخراجهم من المنظومه على خاطر الشرطين الاساسيين هما عدم الملكيه والدخل العائلي الخام ما يفوتش ثلاثه مرات السميك. هو كذلك بران نكونوا موضوعيين. هما 139 مسكن، أنا متأكد المطالب 4000 في 3 أشهر هذه بالنسبة لتبربة فقط 4000 في ولاية منوبة بركة، البروجي تبربة 4000 في 3 أشهر بركة من غير التجويلة 30 سبتمبر من حقهم يملكوا، ولكن عندك 139 مهما كان الأرض هي اللي تحكم فينا يكون منطقي زاد. شنو الحلول في الجانب هذا؟ الحلول يلزم التسليم يكون على قدر كبير من الشفافية، لكن ثم الناس ماهيش مشتاقة. لا أكيد قصدي حاجة أخرى الأكثر حلو قضية الأرض، باش نقربوا بين العرض والطلب. صحيح الأرض، الأرض هي المعيار الوحيد. عندكم تقريبا فما بحث على مدخرات عقاريه حاليا، فما عندكم مشكله في الارض، فما عدم توفر رصيد عقاري في عديد الجهات، فما مشاكل عقاريه. هاي الدنيا ارض الله واسع، نشوف في نخرج من المواطن العمر يعني الارض شاسعه، طريق جيون بار اكزومبل ثنيه كامله فارغه على اليمين وعلى اليسار برشا ثنيه يعني تظهر هي الارض فارغه، وبعد نتحريو في الملكيه، ملكيه شكون؟ ماذا بينا ناخذوا من املاك الدوله خاطر ناخذوها بالدينار الرمزي الارض بلاش، وبالتالي نضغطوا على كلفه المشروع. ساعات املاك الدوله يبدا عندها اراضي اما طلبتها مع وزارات اخرى، وزاره التربيه تقول لك
تعمل مدرسه ولا كوليج، وزاره الصحه باش تعمل مستوصف او باش تعمل سبيطار، او يعني كيما التجهيز تبحث على الاراضي في قطاع السكن باش تنجز مساكن اجتماعيه، جميع الوزارات وجميع الاطراف المتدخله في سياسه الدوله بالطبيعه زاد هي تبحث على عقارات، والمشكل العقاري هو المشكل الكبير بالنسبه لجميع اجهزه الدوله. الارض ساعات تظهر فارغه راهي وبعد يظهر مثلا تم التفويت فيها، معناها تيوريكمون مواطن كيشوفها يقول هذه ارض شاغره، علاش الدوله ما تجيش تبني فيها ديار؟ وهو سي با لو كا، كيما قلت لك فما برشا مشاكل عقاريه في عديد الجهات، وهذاك العائق اللي خلينا ما نستجيبوش للمطالب بالعدد المطلوب اللي احنا كتجهيز ماذا بينا راهو نززيه، والطلبات الكل نستجيب لجميع حاجات المواطنين في مسكن. على ما اعلم تو عندكم حوالي 1400 مسكن جاهزين في الاكواخ في العنصر الاول هذاك بركه، عندنا 1400 تم تسليم 1700، وعندنا 1400 قريب زاد يحضروا بصدد معناها تحضير التسليم، وعندنا حوالي 6000 5900 بالضبط مسكن جديد في اطار تعويض المساكن البدائيه، زاد في باش ينطلقوا في مراحل طلبات العروض او خاصه البناء الذاتي. هذه تنقيح جديد عملناه للنصوص المنظمه البرنامج، معناه المواطن بيدو ياخذ تسبقه ويبني وحده بامكانياته الذاتيه، العائله الكل من عند الدوله. أيوة. نعطيوها على مراحل اربعه، عن طريق البنوك ولا عن طريق المجلس الجهوي. أه. بالطبيعه ميزانيه الدوله تتصب عن طريق الولايه غادي السلطه، وزاره التجهيز هي اللي تتبع تقدم الاشغال، نعطيوها تسبقه من الاول، والعائله هو بيدو تقاه للمرشح الانتفاع، اغلبيتهم في القطاع نتاع البناء. العائله الكل يتجندوا، نربحوا الوقت، نربحوا الكلفه، نضغطوا على كلفه المشروع على خاطر نرتاح من كلفة اليد العاملة اللي فيها مشكلة، فما ندرة متاع يد عاملة في تونس برشا شوانت محلولة وما نلقاوش الماندوفر مالوروزمون، فما برشا مفارقات راهي في بلادنا، عندنا بطالة وعندنا مشكل في الشوانت. احنا وزارة فنية نعملوا شراكة مع الناس باش ياخذوا، هما ما عندهمش شغل وعاطل على العمل وهم انطبوا، هذاك علاش يعني يحاول يدمجوهم في فما عائلات تمت معاينات اكواخهم ويقول لك نبني، مستعد نبني بامكانياتي، خاطر المقاولات ساعات فما بلايص معناها انكسيسيبل لا يمكن الولوج اليها وايصال المواد البناء لها، في جبال في تشر في عمق الارياف نتاعنا في بلادنا. سيده منيا، انتم تحدثوا على مشكله تراضي، علاه ما ركزتوش على البناء العمودي؟ عندنا لا بالطبيعه العمارات مثلا في الواحد هذه تنجم، مع احترام التراتيب العمرانيه يلزم البلان داميناجمون لو بيرمي، معناها مثال التهيئه العمرانيه يسمح باقامه البناء العمودي في العمارات. طبيعه معناها ارض ساعات تجي في بلاصه يقول لك ماكسيموم ار بلس. الناس يسمعوا فينا توا بخصوص البرنامج هذا، مش بالنسبه لبرنامج ازاله الاكواخ، العنصر الثاني انجاز وتهيئه وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعيه كما اليوم 139 المساكن الاجتماعيه، اش مازال فيه والعباد مازال مفتوح باب الترشح ولا مازال؟ لا لا، باب الترشح تحل من 20 جانفي ل 19 مارس 2016، وتلقات برشا عباد ما سمعتش على حسب المره اللي فاتت وقت اللي انت تعديت ليله 19 نهار 18. أي. جاتنا مئات المكالمات، الناس ما سمعتش بالبرنامج. السلطة معناها الادارات الجهويه نتاعنا التجهيز والا المعتمديات وين يوضعوا هما ملفاتهم، بالعكس فما اقبال كبير من المواطنين، ما بالطبيعه ديما فما عدد الطلبات زاد مازال كبير. نحن توا اللجان الجهويه قاعده تفرز في الطلبات الجديده مع الطلبات القديمه نتاع 2012. الدوره القادمه وقتاش؟ نحن مواصلين كيما اليوم سلمنا 139 وكيما قلت هذه ثمره معناها بدات تظهر ثمار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، ان شاء الله فما حوالي 350 مسكن جاهزه للتسليم. احنا بصدد الانتظار نتاع القائمات النهائيه من خلال المطالب اللي قدمت، من خلال المطالب نتاع 2012 ولا حتى 2016. عندنا 138 مسكن فردي جاهز للتسليم في معتمديه سيدي حسين، عندنا 40 شقه معناها مسكن جامعي اجتماعي في جابس المدينه، جابس مطرش من ولايه جابس، عندنا 50 مسكن في المنجم سقيط سيدي يوسف، 24 في بهراده مساكن فرديه زاد ولايه سليانه. هم جاهزين؟ جاهزين حاضرين معناها نستناو في القائمات. 25 مسكن في معتمديه عقارب من ولايه صفاقس، 11 مسكن في جمال، عندنا زاد 500 بربي كي دي باغ اكزومبل 25 مسكن في معتمديه عقارب، باش ياخذوها مالي عقارب، باش ياخذوها مالي عقارب اللي صبوا في الاجيال وهو عندهم الاولويه. كي ما نلقاوش العدد الكافي اللي هو صعيب شويه نلتجئوا للمعتمديات المجاوره اقرب معتمديه اللي هو يساعده يسكن في عقارب ولا يسكن في بعراده ولا يسكن في جمال. الدوره القادمه وقتها باش تتحل؟ صعيب شويه مبدئيا، احنا معناها تحلت الاجيال جماعه اللي حدود 19 مارس باش يقعدوا يستناوا من هنا جميل دي سير. يقعدوا يستناوا خاطر من 2012 من غرة جويلة 30 سبتمبر 2012 تحلت الاجيال، ومن 2012 واحنا نسعوا ان نحلوا الاجيال مره اخرى، تبقينا ما نحبوش نعطيو معناها امال جديده للعباد الا ما نتاكدوا من المدخرات العقاريه اللي تو احنا بصدد البحث عليها، نشوفوا اراضي، نعملوا لونكيت فونسيير نتاعنا من جميع النواحي معناها الملكيه الوضعيه العقاريه من الناحيه العمرانيه كما قلت لك، تراتيب العمرانيه اللي زاد ملزمين باجبارها باحترامها، وبالتالي وقت توفر الاراضي ان شاء الله
التمويل بالطبيعة هذوما زوز عناصر أساسية لإنجاز البرنامج. نحن نعلن على أوبيراسيون يعني على مشروع في على جميع إن شاء الله المعتمديات أينما توفرت الأرض. لمونيا البسير مدير شؤون القانونية العقارية بوزارة التجهيز، شكرا جزيلا. بارك سي برهيم ربي، حبيت اليوم نأكد اللي فما زوز عائلات نتاع شهداء اعتداءات إرهابية من المؤسسة العسكرية، عائلة المرحوم أكرم بن صالح والمرحوم زهير الكحلي ربي يرحمهم إن شاء الله، عائلاتهم انتفعوا بزوز مساكن منجزة في إطار مشروع تبربع على خاطر عندهم الأولوية المطلقة. فما أولوية في الفرز نتاع الملفات، الأولوية المطلقة فما فرز المواطنين العاديين بالطرق العادية كما قلت المنظومة ومن بعد يتعلقوا وجميع المعايير الموضوعية والكل، أما الأولوية المطلقة من غير ما يدخلوا في منظومة الفرز العائلة الشهيد معناها المؤسسة الأمنية أو العسكرية أو أعوان الديوانة. وأخيرا قانون المالية نتاع 2016 زاد أعطى الأولوية للمدنيين اللي زاد ضروا جراء اعتداءات إرهابية. اعتداءات إرهابية، يعطيك الصحة لمنيا البسيه. على خلفية خلاف مع صاحب مقهى مجاور الاعتداء على أمينة مكتبة غاريبالدي بالعاصمة، نشوفوا شنو هي الحكاية بعد ما نشوفوا الروبورتاج هذا. قضية غاريبالدي المسألة في ظاهرها خلاف بين بسمة طبيب أمينة مكتبة غاريبالدي جمعية مركز الأبحاث المنسوب لقرطاجنة من ناحية ومقهى مجاور لها، لكن في العمق الأمر يتجاوز هذا ويطرح تساؤل كبير على مدى احترام كراس الشروط المنظم لهالقطاع ودور الأطراف المتداخلة فيه. الحكاية بدأت نهار الجمعة اللي فات كيف تعرضت أمينة المكتبة للاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل خدامتها المقهى. نهار الجمعة ماما ثلاثة حل البافل بالقوي، هبط له أنا بالسياسة، كان فيهم بالسياسة، كشوا عليا الخدامة، أنا دونك نحيت الخيط متاع البافل، تعديوا عليا وضربوني. غياب تام للسلطات وحضور الأمن اقتصر على التدخل لفض النزاع بين بسمة طبيب وصاحب المقهى اللي أصر على كون استعمال مضخم الصوت من حقه. قناة نسمة اتصلت بولاية تونس اللي تتكفل بدور مراقبة مدى احترام كراس الشروط، واليوم كان هذا ردهم. أنا بلد غادة تفنيق، احنا كان رفعتنا المخالفة احنا نراسلوهم ويجينا تقرير، ما شفنا حتى حاجة من لا من السلطات الأمنية لا من المدام أمينة المكتبة لا من أي جهة. توا أنا ترفعت لي المخالفة ولا زميلي الملحق الصحفي هو اللي عدل المذكرة البارح وقال لنا ما قال لي ما حدد ليش موعد متاع لقاكم، أما هو اللي قال لي توا على الموضوع هذا. احنا توا مدام ترفعت لنا المخالفة مدام باش تهبط لجنة نهبطوها حتى العشية، فما حتى مشكل. ردة فعل الولاية كانت بالوقت، سيارة الشرطة جات لمعاينة الحالة والتثبت من الوضع. نقطة استفهام كبيرة تطرح، هل التشجيع على المبادرة اللي جاء في قرار وزارة المالية يشرع لمثل هالممارسات؟ قضية غاريبالدي ما هي إلا قطرة من بحر، الحالات عديدة وممكن تطرح ملفات فساد في الخفاء. لبس ما طبيب أمينة مكتبة غاريبالدي، مرحبا بك، فرحانين باستقبالك. المكتبة هذه خرجت أجيال وراء أجيال من الباحثين ومن الطلبة ومن كذا، في الأخر ولينا عركة على بافل وشيشة طالعة الفوق وكذا، شنو الحكاية؟ الحكاية اللي المبادئ الاجتماعية تغيرت واللي المقاهي ولات تاخذ في حقوق تتجاوز الحقوق نتاعها. دونك احنا موجودين في المقر هذاك من عام 64 والمقهى هذه جات بعدنا، ودونك عنا سنوات ما احنا نعانيو خاطر ديجا قبل المالك الحالي مرينا بثمانية سنين اشغال في المحل هذاك ويستعمل المرتوبيكور واشغال دائما وشكينا خاطر شكينا برشا مرات وفي كل مره يقولون عنده حق باش يعمل اشغال داخل المحل نتاعو. دونك استحملنا وصبرنا وطلب عنا ولا خاطر احنا راهو معناها مانيش مكتبه عاديه، نحن مكتبه سنتر ديتود دو كارتاج خاطر اسمنا معناها نحن مكتبه في مستوى المكتبات الجامعيه على فرق، فما فرق وحيد ان احنا تابعين جمعيه مانيش داخلين في مؤسسه معناها تربويه حكوميه. دونك يجيونا طلبة وأساتذة وباحثين باش يعملوا باش يكملوا الدراسة نتاعهم باش يراجعوا حسب المراجع المطلوبة باش ينجموا ينجحوا باش بعد ينجموا يلقاو خدمة. دونك قعدنا ثمانية سنين نعانيو في المختوبيكو والأشغال وصابرين والطلبة كي معانا، واللي على ذلك مع الوقت زاد فما تقلص في عدد الطلبة اللي جيونا، ومن بعد ما رانا السنة تبعت المكتبة المالك الجديد اللي وسع في النشاط نتاع المكتبة نتاعو المقهى نتاعو. دونك وعمل لنا في سبتمبر كي حلينا للسنة الدراسية الجديدة نلقاوه عمل قانون داخل في مدخل العمارة
قانون كبير معناها الموقد كبير هذاك ديجا صوروه داخل في مدخل داخل مدخل العماره مش الباحث يعني داخل يلقى قانون تاع الشيشه دونك والطلبه كل مشوار يجوني راسنا يوجع راسنا يوجع زنزان دونك وليت نشري في حرابش الراس ريحة الشيشة طالعة ريحة الكانون والبافل ايش فيه البافل؟ البافل هذاك آخر مرحلة خاطر أنا من سبتمبر لحد الآن وأنا نيغوسي معاه على أساس باش يخرج الكانون البر على أساس قلت له باهي خليه يخدم على روحه لكن يخرج لي الكانون في الشارع. نهار الثلاثة شري البافل. أها أيوا. توت سويت جاوني الطلبة حسوا بزلزال في القاعة. بدا الفن يخدم. بدا الفن يخدم نهار الثلاثة العشية. أكيد أنا جو سوبوز بيتهوفن وكذا وموزار وشوية حاجات هكا باش للبحث. الصورة اللي أنا عطيتها الصدام تاع البافل اللي يوصل لنا هي صورة السجين اللي في الحبس ويعذبوا فيه بنقطة الماء. في هدوء تام ونقطة الماء هابطة على راسه. ايواش. احنا تصور خاطر المكتبة نتاعنا الناس الكل تعرفها اللي هي المكان هادئ و بربي خلي توانسة باش تعرف بكشي العباد اللي ما يعرفش العاصمة. راهي المكتبة الوحيدة غاريبالدي رنومي في البلاد. أيوة. حاجة يعني كيما مكتبة نيويورك يا خليفة. يعني كيما تدخل المكتبة في نيويورك معناها المكاتب التاريخية لك واحد وترقى شيشة طالعة من غاديكا وترقى بافل حاطط فيه بومزيود راهو غير معقول الشيء هذا. لازم يفهم تو الطلبة ولا الأستاذ واحد الكل يعرف هي راهي مركز بحثي. مركز بحثي. يعني سونتر نتاع تكوين وبحث علمي ومعرفي وهذوما ما عادش ياسر في تونس. علاش طالبة وزارة الثقافة أنا بالحق تدخل رسميا الحيالات هذه والعائلات ثم نهج يوغوسلافيا ثم هي ثم ثلاث أربع في العاصمة إلا بس ما زاد تصل بالمسؤولين ماهيش مكتبة واحد يبيع في الكتب قالوا لك خيال المسؤولين اليوم جات لجنة من الولاية وقالوا لنا تفاهموا معاه على أنه باش يسكر الباب نتاعو اللي هو مستحوذ زاد على بارتي من اللي على جزء من اللي بارتي كوميون وزيد وقع تعنيفك زاد أنت كي طلبت هبطت باش تقول له ما يشيش كليت تريحه تريحه خاطر شدتني واحده من لي سيرفيز والاخرى تضرب فيا بساقيها لا لا دونك ديجا بون عفى الله عما سلف اما خاطر انا قلت هما ما هم الا يخدموا في القهوه هذه مش هما المسؤولين ما همش هما المسؤولين يدافعوا على مصر شغل مش مسؤوليتهم المسؤولين هما اصحاب المقاهي طيب مش حتى اصحاب المقاهي الدوله كيفاش ترخص في الحالات هذه اي على خاطر المساله عند المكتبه عندهم اجابه الدوله عطاتها اجابه يا خليفه اسمع اش قالت على خاطر اون برانسيب الكايت شارج يلزمها تكون المقهى بعيده على المؤسسات التربويه 150 متر قالوا لي لا انت ماكش داخله في المؤسسات التربويه قلت لك المشكل هما يتعاملوا معاها كان المكتبه معناها تبيع في كتب وهذا هو المشكل قالوا لا ماكش انت مؤسسه تربويه ما تبقوش راهو يبعد عليك شنو المكتبه هذا دونك جوست استكفاو انه هما معناها لبوا عليه باش ما يستخدمش البافل وباش خرج الكانون لبرا وباش يسكر بابه اكاو لكن يقعد قائم القهوه سامحني مكتبة في الطابق الأول ومقهى في الغتشوسي ما نعرفش إذا كان يتمشيو مع بعضهم ولا لا خاصة أنه صاحب المقهى عنده مؤسسات أخرى عنده معناها دي بار ريستوران عنده معناها ينجم يخدم العمال نتاعو في المقهى هذيك في المحلات نتاعو الأخرى وإذا كان يحولوا الحانوت يبيع فيه الحوايج يبيع فيه حاجة أخرى وزارة الثقافة نتصور نشوفوا شنو تجاوبنا في الجانب هذا. المشكلة في القانون ضروري يعني المشكلة في القانون علاش المكتبات ما تدخلش معناها في المؤسسات التربوية تبيع؟ عليه واضح واضح لاباس ما طبيب إذا كان عندك كلمة أخرى في الأخر باش تحب تقولها تفضل أنا نشكر القدماء المكتبة والمسجلين فيها توا والطلبة والأساتذة والصحفيين والسياسيين كل الناس اللي وقفوا معايا خاطر انا نهار الجمعه كي تضربت حسيت روحي وحدي وكي مشيت خاصه لمركز الشرطه وقال له خدم الموسيقى على روحك وانا قال لي برا امشي انت اشكي هكا قالوا لك اي هكا قال لي حسيت بمقت بغصه كبيره نهار السبت عديت وما نجمش نتكلم غوزمون اللي لقيت اللي شكون يعرف قيمه المكتبه هذيك مشكلتي انا مش في روحي مشكلتي في المكتبه هذيك اللي لازمها تتواصل قديش رمزيه العركه هذه يا خليفه العركه بين المكتبه والقهوه مستقبل المجتمع كله متعلق بالعركه هذه رد بالك اي على عركه المكتبه والقهوه
ولكن شكون اللي يفهم؟ ملجأ حقيقي لو كان لا رمزيا يعني في معناها أبار البحث العلمي حتى في حياته الطالب ما كانش عنده حتى ملجأ إلا مكتب لا هو قادر لا على القهوة ولا على المطعم ولا على الحانة. بس ما طبيب حسبنا من لجنة مساندة غاريبالدي وإحنا معاك إحنا هنا الغدوة اللي بعد غدوة خلينا نشوفوها وين باش توصل العركة هذه. شكرا. يعطيك الصحة السيدة أمينة مكتبة غاريبالدي على حضوره وعلى التوضيحات هذه. نرجع الجو على التوا بتاع الكورة والحكايات وكذا. دربي جمهور العاصمة لقاء قبل اللقاء باش نشوفوا العرض هذايا ونستقبلوا ضيافنا. العاصمة يعتبر حدث كبير بالنسبة لزوز أندية عريقة باش يسعى خلاله كل فريق لتحقيق الانتصار والظفر بنقاط الفوز. Nous n'avons pas peur de jouer de nos supporters, au contraire c'est un plus et nous c'est à nous de honorer ce maillot là, de leur montrer qu'on mérite ce maillot dimanche, de tout donner et ça leur prouvera que voilà qu'on est sur que des victoires et il faudra continuer à gagner. ان شاء الله سي رياكسيون هذا الدربي 122 في تاريخ الفريقين مهم للزوز الترجي من اجل تجديد الملاحقه بكوكبه الترتيب والافريقي لاعاده الثقه للجماهير وتكون الانطلاقه الحقيقيه للفريق في ماي ماتش نحضروا على رواحنا في اجواء باهيه وان شاء الله نبداو حاضرين ان شاء الله لجورجي البيبليك اللي يجي في لونترينمون تحس اللي فما مقابله معناتها تستنى فينا الدربي صحيح هو عنده الشارم نتاعو وميم طون قلت حاجه قلت انت هو معناتها ماله الا مقابله في البطوله اللي باش تزيدك كوسيسوا ثلاث نقاط ولا نقطه ولا معناتها ما تاخذ حتى نقطه. الارقام التي حفظها التاريخ حمل دلالات عديده. دربي العاصمه حكايه طويله قديمه قدم المواجهات الثنائيه اللي جمعت نادي باب السويقه وجارو باب جديد. وبلغه الارقام فانه 121 لقاء جمع الفريقين 48 انتصار للترجي و26 للافريقي والاكيد انه دربي نهار الاحد باش يفي بوعود الفرجاويه فلمن ستكون الكلمه في الدربي 122. مرحبا بكم اليوم الببليك تاع الاسبيرونس هو اللي يستقبل ببليك الكلوب على خاطر ظهر لي اليوم لاعبه عند الاسبيرونس هذاك عليه نحب نرحب كريم العبيدي محب للترجي الرياضي. مرحبا بك سي كريم. بيك سيدي مرحبا. شرفتنا يا خويا وبارك الله فيك على النوار هذا الاحمر. مرحبا بكم يعيشك وربي يفضلكم. ولا درة العبيدي محبة للترجي الرياضي فرحانين لدرة استقبالك تبع في الكورة المرة هذه مربوحة شنو عندكم ايه نشوف من غاديك سي شادي العرايبي محب للنادي الفريق. عايشك مرحبا بكم واحنا ما جبنا لكمش النوار خاطر في دارنا نعرف اللي الفريق الكل يحبوا النادي الفريق. يا ولدي ايش دخلنا ما تحرقناش الحياد يا ولدي الفريق ما يحب حد الفريق هذا انا وخريف نحبوا ليكيب ناسيونال امين مرحبا بك هذه عندك نتزمة باش تقعد تشارك في النقاش في انتظار اختنا المحببه بتاع النادي الافريقي يلا غالب قاعده مكياج احمر وابيض هذاك على ماشي ما خلطتش في الوقت ونستناو فيها. كريم شنو المعنويات مرتفعه ذا اللي عندكم الاسبيرونس؟ اكيد جدا المعنويات مرتفعه خاطر كي تشوف الجمعيه تو ماشيه في تحسن معناتها من احسن الى احسن طاقه معناتها تحط كونك انت فافوري. بالنسبه للنادي الافريقي ما قالش كليبر نتاعو عنده برشا من قبل حتى اول سيزون سيتو ضربوا له جوالات والكيب معناتها لعبت عمليه ما لعبتش السنه اشترى سبعة ثمانية جوالات ما لعبوش السنه حمزه العقربي بالعيد غيره غياب الذوادي مشى على روحه زاثر شويه على الجمعيه راهو كان على اليسار يسوق فيها كل البطاطا كل اي اي الله فيك اعتراف به اعتراف به مشى الذوادي هاك وحدك هاك وحدك تتكلم اي اي بالنسبه لما كانش غامر سوايع قاعد يحاول كيفاش يخلي الكاليبر نتاعو عنده حاجه يعملها يبدل من كل بارتي بارتي كما نقولوا احنا يبدل ثلاث اربع جوارات سيدي جا فوزي البنزرتي قال انا ما عنديش الطريقه هذه معناتها لازم يبدل جوار اثنين تاع فيرتيزمون تاع هكا بليسير خفيفه نبدل جوار اثنين. بالنسبه لعمر صويح حسب الظهر قال لي كيليبر نتاعو قال جمعيه الساحه قال كما يحط كما نقولوا احنا مثلا ادم رجابي كي دخل من الاول يعطي خير اللي يدخل زميتون المحيرسي كيف كيف يعاود بونتو الدربي قعد تاريخ هذاك باذن الله
باذن الله باش نربحوا باش يقعد تاريخ البونتو هذاك. هذا البونتو حلو ياسر ما يتعاودش ديما يجيك مره في العمر. بالنسبه لل اعطيني الجمهور كيف عايشه خلينا من الخطط والواحد هذاك ماليهم هما كذا واحد شوف ماكمش خايفين يا اخي لا 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 اليوم ياسر الجماعه فرحانه وتعتبرها ولا لا ما خافوش متفائلين خير وباذن الله مربوحه باذن الله. هذا الجمعيه تلعب البطوله مش لعبه ما عندي كل زعما في بعض كله في جرة بعض ليتوال اسبيرونس فيقس ولا فهمت بعد هنا ما مش لاعب فما تاب تصير تيران تكون راجل اغريسيف. انا صغير عمري 3 سنين نلعب مع اولاد الحومه الكبار يعيطوا لي كريم جبار على لوت جبار درس بيروس قبل التو شو راه موجود يعني الكره يا هو يا كره ما تعديش فماش تعدي هكا كنا نلعبوا احنا قبل ايوه تو بو اولاد تو خلينا نوات شويه كذا منا ومنا قولوا احنا بشوي بشويه يتعلم قد ما هيش يتعلم قد ما يلعب يتعلم لا دره ماشي الاستاد والله ان شاء الله كي مشي راجلي نمشي معاه اي وتسكر هاي فما مشكله كبيره بتاع تسكر انا قاعدين نلوجوا ان شاء الله نلقاو تسكر اي ماشي الاستاد ما تخافش تو شنو الجو شنو الجو الكبير لا لا نحب جو استاد ونحب الامبيونس نتاع استاد وعندك ثقه باش تروح فرحان نهار الاحد وكذا ان شاء الله مربوحه بحول الله فرحانين احنا ماشيين متفائلين ايوه علاش ليه نروحوا فرحانين زادا في كل الحالات يعني بحول الله ان شاء الله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله عنا وعليه الثقه هذه الكبيره خاطر لاسبيرونس شبيه جمعيتنا قوية بصراحة. معناها غدوة بالنسبة قد ايش تشوفها حسب رأيك غدوة أنت؟ بعد غدوة. 2-0. واه سي شادي. شنو الوضع خويا جماعة فرحانين شيخين؟ إي شيخين ودرع عندها مشكلة عاد تسكر نقول لها ما تخافش راهو البيرو نتاع ليسبيرونس عمل تعريف باهية. وعطاكم مع مريول كي تاخذ مريول من البوتيك يعطيوك معاه تسكرة وتنجم تحضر للدربي. وتزيد معناها تستحفظ على المريول هذاك باهي شنو تقصد ايش معناها؟ نعم شنو الكلام هذا؟ شنو الحكايه؟ فهمني خويا فهمنا انا وخوك خليفه يزيد فهمنا شنو الحكايه؟ نسال الجمعيه تعاوننا ونعاونوها مش صندوق التضامن صندوق هذا هو هذا هو بالنسبه للدربي كما قال راه ما يحتكمش معناها للاحكام المسبقه وهذا ثبت في تاريخ لدربي الكل وبالنسبه لينا نحن معناها هذه اوجه المعركه المبدئيه تنجم تقول بين النادي الافريقي النادي الافريقي اللي معروف عليه الحركه النضاليه والتاريخ نتاعو والترازي الرياضي التونسي اللي يعني حاجات اخرين شو يعني حاجات اخرين؟ شو تقصد يا ولدي؟ ما نقصد حتى شيء شنو يعني حاجات اخرين؟ يلزم لها ما نقصد يعني حاجات اخرين يا سي كريم شو يقصدوا الجماعه هذوما؟ يا خويا يضرب على الوتر الحساس سيد يا خويا ربي معاه شو يقول لك؟ هو يعرف جمعيته وعنده ثقه في جمعيته ايوه كمان عندي ثقه في جمعيتي احنا بدل الله منتصرين من الثانوي عالم عند حد واذا كان ربح يربح على جدار الانسان وربيت الانسان وعد حد هاو الاربيتر مشاكين فيه جماعه مشاكين فيه البلوستي حلو عليه الواحد القوي الاربيتر شو القوي يلعب سبور مريو لا سبور ما تكلموش يخدم خدمته ما تكلموش يخدم ما تكلموش الاربيتر هكا اذا كان عطاك فرون مش باش يتكلموا انت باش يرجع فيها اذا كان عطاك بيلانتي مش تكلموا انت باش يرجع فيها ما سي با لابي زي باهي سيدي خلينا نشوفوا السلم تيراوي واش محضر لنا سيدي للدربي في نت نسمه بتاعه هاي هاي هاتيونا نت نسمه مرحبا بكم في موعد جديد مع فقرتكم اليومية نت نسمة نهاية أسبوع على إيقاع ديربي العاصمة ديربي الأجوار اللي يجمع النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي وهذا لافونغو يا ما فرحنا ويا ما معكسينا يا ما تعبنا على شغلك وتشدينا غيرك انت والله ما تلينا يا ما تعذبنا وباللي صار ما ملينا ديما قبل الديربي جمهور الافريقي يذكر جمهور الترجي الرياضي التونسي بخماسية 5-5-85 ويلعب على الوتر الحساس هذا. هذا اذا الهدف الثاني عن طريق التويتر
وتمكن النادي الافريقي باش يضيف هدف اخر والعبد اللي ما بكل سهوله يسجل الهدف الثاني حتى مطلع الدقيقه 20 من الشوط الثاني حيث تمكن اللاعب المطلي من اضافه الهدف الرابع في الدقيقه 34 دائما في الشوط الثاني يتمكن الهادي البيضاوي من اضافه الهدف الخامس اما جمهور الترجي كمان ما يسكتش ويذكر جمهور النادي الافريقي بديربي 1994 او كما يحلو لمحبي الترجي انهم يسميوه ديربي الهربه. يتوغل طارق ثابت والحمروني مستعد والهدف الرابع. الاقطاع الثالث في هذا اللقاء للنادي الافريقي. بالاحسن والحمراء على ورقة الحمراء ويتوقف اللقاء والمقابلة تتوقف تبع لاعبين والقانون واضح وبذلك يتفوق الترجي الرياضي فوز. بعيدا عن التاريخ والجغرافيا ان شاء الله يتعرف يتعدى بلوتو الديربي مزيان فيه برشا كوره خاصه انه الديربي في السنوات الاخيره بدا يفقد شويه في الشارم نتاعو وان شاء الله تحيا الرياضه على قناه 21. لهنا نحب نختم بخبر دار اليوم برشا على الانترنت. نبيل القروي يفكر جديا في الترشح لرئاسه النادي الافريقي. اي نعم علاش ليه؟ قال لك برشا ناس تفاعلوا ايجابيا وبرشا كلاو رواحهم وما عجبتهمش الحكايه واحنا من الموقع هذا للناس هذوما الكل نقولوا لهم مالوريزمون الحكايه طلعت كذبة أفريل اللي كان جينا بيه القروي مازال مدير عام تاع قناة نسمة راهي كليت لي راسي. على كل نت نسمة متاع اليوم وفات نجمو تلقاوها على سيت اوفيسيال www.nesma.tv تلقاوها زادة على الباج اوفيسيال فيسبوك نسمة. بارك الله فيك سي تيراو يمين. اما المره هذه باش تقعد معنا راك في النقاش. هاني موجود. محايد. اي محايد مندس ومحايد. اي شنو هي وضعيه جمعيتكم؟ شنو هي علاش عديت النتيجه نتاع الترجي بعد؟ باش تخليها اكثر في الذاكره في الترتيب شنو؟ لا لا خويا انا نحب الكلوب. شدونا في الخمسه وماتوا خويا. انا خويا نحب النادي. شدونا خويا في الخمسه هذيك. وهي مش مره بركه فولا خمسه مرتين التاريخ وعدوا نفسه. خمسة لحقوا بالجرة. هات بتكلم اللي جيت قاعد تعرف بتدي لكن ثم أربعة مرة من مرات وما ثلاثة مرات في الأربعة ذاك التاريخ أنا جابوا حكم. لا لا أقول لك عندنا جابوا حكم وقت فيا نستحضر أنا كيما كان في انترفيو ما نعرفش أنا برنامج حصير في تونس سيد اليوم احنا بعد استعرف الحكم هذا وخرجت وسيء ماشي والله حتى اسمه نسيته. قال لك نستعرف لاسبيرونس ماركيت الخامس لا فيه رجول في حد شيء أنا نحيته. كان تعرف قداش واحد من الحكم استعرف على الحكايات باش فما سي ابتيرابي شنو؟ لي زربيتر اللي استعرفوا هو ديجا لي زربيتر لا استعرف هذا برسم فما 200 ألف اربيتر استعرف تصغير التيران ضد الزمالك واستعرف فما اربيتر استعرف على البطوله اللي تعطات للترجي الرياضي التونسي وتنحات للنادي البنزرتي بطوله عملنا انتم زدتوا بطوله عجزه انت فما ناس استعرفت مش حتى بطوله عجزه نبدا لك ما علينا نقعدوا في طرح هذا لا زين علاش هاو جاوب لا لا جاوب علي ترى هاو جاوب على عمله هاو جاوب على عمله هو ترى مشكلة تاع اربيتر ستار يا صديقي العزيز في الفترة اللي جوست بعد 2011 او ما يعبر عنه بالثورة صديقي لي زربيتر اللي ستار منك والتاريخ راني نتاعك التاريخ راني نتاعك انا في الجغرافيا قوي اسمعني اي انا التاريخ نتاع الكرة نحكي لك الكرة وين اسمعني والله قوي في الجغرافيا والتربية المدنية تاريخ قوي فيه فيما يتعلق بالنادي الفريقي بالنسبة لي انا نعرف مثلا قروني الالفابي ا ب س الف ب ام جيم هذيك البارك ا للنادي الافريقي هكا ولا البارك بي لشكون؟ ترج فوالا وقتها دون لو تون كان فما ناس نزلت في سان جوبان يا ودي ترجع للتاريخ احنا دخلنا قبل من التو في التاريخ احنا تونا احنا جايين من السنين على حياتك يا ودي فما فما هاي شادي خذ عليه شادي خذ عليه باهي حكايه توا على ديربي 4-0 تعرف ديربي 4-0 بالله تعمل مزيان حملتهم طلب اه جاي تفضل ماذا بيا مع كل احتراماتي للساده الحضور جيب لي واحد نديدي على الاقل في التاريخ معاك باهي خلينا نشوف شو يدير واحد باهي ما كانش ما لعبونيش باهي خلينا نسمع ولا حاب تفضل انا بعدين باهي يعطيك الصحه نجاوبك بالنسبه لديربي 4-0 انت تتذكر تاريخ بالكدا وقتيه
وقتاه تو باش يقول لك تاريخ بالنهار وبالساعه وبالدقيقه لا لا مش مشكل مش لازم لازمك تتشبع بفريق علاش تعرف علاش هو عام 94 مقترن بحقبه سميناها تونس الكل سميتها عصر الظلمات وفي اللي تار وفي اللي تار نحب نقول لك خويا كفارة كفارة تفهمني على الرئيس السابق تاع الترجي على الرئيس السابق وان شاء الله هيئه مكافحه الفساد باش تعمل لكم فرع بحذا البارك يا ودي غبوز تجيبوه تفيد المشي والجاي وهز وجيبه هاكا بحذاكم من تبقى البيت النار شو رسام فيش عظم كان في عبد المدب وحده جاد مسكين عياء عياء بالرسمي راجل مال ودريته قال لك عندي ثلاث شركات خلت له مرتين في العام في العام كامل تخلي له مرتين باش تفهم انت اللي هو لابس ترجي تو خرج له خوه ان شاء الله ولا خوه ولا خوه الكبير اسم شيبوب ما هي قدام الحاسب بعضنا هاك تشوف حتى راجعوا لكل شيء اقتران الترجي الرياضي التونسي باسمي انا نقول اقتران الترجي الرياضي التونسي باسمي بس مع سليم شيبوب حمدي المدب ما نحكيوش احنا على اسمين نادي افريقي فكره راهي حاله وجوديه معناها تسال كلوبيت ساعه الوقت يقول لك ربع ساعه ويدخلوا يترينيو جواريت معناها ما يجاوبكش يقول لك الاربعه ولا الاربعه شادي وش قال لك انت يا اخي هذيك الشامبيونه هزز عمناول عمناول خويا كان تحكي على الواحد وعلى الشمس الاديب والتلاميذ في العينين حتى جمهور النادي الافريقي مستغرب اسمعني هو لا 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 انت راوي التزم في اطار انه نشكوا في التيترويات نتاع الناس مثلا خلينا نحكي عاد نتكلم اتكلم ولا اتالم خلينا نتكلم شو في اطار انه نشكوا في التيترويات نتاع الناس انا الحمد لله يا ربي رغم عمري صغير مقارنه بعمرك الحمد لله ويمكن انا عمري يمكن انا نكمل يا مواطن ولو انه عمري في البلوك 15 وفي رادس نجم يكون اكبر من عمرك بيسر لكن ما علينا هذا تقنين نحكيه تو كرويا كروي. انا الحمد لله يا ربي في اطار عمري صغير هذا حضرت على روحي هذا الشامبيونا كونتر ليتوال وجمهور الترجي حوس معايا في الشارع ويعلق فيا ويقول لي مبروك وفرحان معايا قدام البارك الحاله هذه عمري ما عشتها من اللي تولدت اليوم عمري ما مشيت فرحت لك في تيتر ميرسي بتعرف معاك هو بتعرف معاك هذيك الفوتو من عنده هو عدو قوي هذاك عليك مريول الترجي يزيك هو يزيك هو يزي ما يجيش هكا انا تو 30 يا ولدي انت هات الحوار ولدي ماكش حاضر فيه في هنا انت راهو يزي في الواحد ولدي كلمه قبل ما نمشي الواحد ونعطي كلمه بعد كريم انا نحب نقول حاجه بارابور اللي صار هذا الكل هذا ياكد انه راهو النادي افريقي حالة نضج راه كيف نضج معناها يلزمك توصل حالة نضج العاشرة يلزم نضج نضج ماشي فيه كيف في ماهوش هذا ما ندخلوش فيه جوار زلق وكرة على البار النادي الافريقي راه عنده في الريجي قالوا لي عقلية وراكم وليتوا النادي الافريقي تحب ولا تكره فكرة النادي الافريقي راهي فكرة راهي مبادئ راهو في بالك اللي معش احمد الضحاك وغيره عبيد اسست المدرسة الرشيدية اللي هي تنتمي للنادي الافريقي معناها العبيد هذوما اللي تنتمي للنادي الافريقي أسس المدرسة الرشيدية والنهوض بالذوق العام خويا وعبيد التوا تعمل لك استوليت على الرشيدية سهيل دخليت توا حنظلة وحاجة كبيرة معناها فهمت تقترن كلها بالنهوض بالذوق العام مانيش فارق نتاع كورة وكورة على البار ومرحبا خامسة مرحبا ستة اسمعني موت عليك موت عليك موت عليك يا ترى هاي خلينا نشوف الروبورتاج هذايا خلينا نشوف الروبورتاج خلينا نشوف الروبورتاج بالأقل هذايا بتاع ردة فعل الجمهور ونرجعي نهار يفصلنا على أهم حدث رياضي في تونس عرس الكرة التونسية الدربية وكيما تعودنا تزدحم شبابيك بيع التذاكر وتتشنج فيها الأعصاب وتبدأ الحماسة وتطلع الجرينتا. شبابيك الدربي القادم مفتوحة لجمهور الترجي أكهو وسط إجراءات أمنية كبيرة لكن ولاد المكشخة مصرين على الحصول على التذاكر والحضور كلاعب عدد 12 في باب جديد يخيم الصمت وتحس حومة الفريقي في حالة انتظار الحدث ممكن يرجع لهم الأمل أمام النتائج غير المنتظرة اللي قدمها فريقهم في المباريات السابقة نرجع للمنزل من جديد ونعطيه لأولاد الحمراء والصفراء الكلمة باش يوجهوا رسائلهم للأبيض والأحمر نهار قبل المباراة قدرة ربي بس نبحوا راهو السؤال بس قالوا الأولاد بس نبحوا ولا لا قدرة ربي مربوحة ماتش هذا متاعنا دربي هذا متاعنا إن شاء الله بقدرة ربي
وشاك فاهل باش نربحوه الدربي هذا. والله انا كعبه لا، اما راه بقدره ربي باش نربحوه. يحب لهم ثلاث اربع كيران باش يخلطوا علينا، معناها يلزمكم معناها تعملوا حكايه بها، معناها فهمت كيفاش؟ ترجي دوله، نحن معروفه معناها ترجي دوله. قول له اخويا مش مشكل باش نجيو على ساقينا ونخلطوا، راه مش لازم الكيران، ما ناخذوش الفانتويت احنا، ما على ساقينا ونخلطوا عليكم ولا باس. قول لهم ان شاء الله تروحوا باربعه. ان شاء الله اربعه كالعاده، نعاودوا لهم اربعه. وإن شاء الله العام الجاي الشرفي. هما يحكيوا على السكور، نحن باش نربحوا نص بلاش. شماتة في برشا حاجات، هم باش نربحوا نحن إن شاء الله لحد هذا باش نربحوا. هذا جو الاستعداد للدربي اللي بغض النظر عن النتيجة يبقى عرس الكرة التونسية، ويبقى باب جديد يحل على باب سويقة، وتبقى الحومة واحدة واليد واحدة. احنا الكل توانسة وصحة للرابح. خليفة أنت الحكيم في الحكاية هذه، صحيح ديما أنا وياك نعمرو في وريقة برومو سبور في القهوة كل يوم نخدموا على رواحنا، وديما تجيبها أنت الريزدا قدش عندنا نهار الأحد. والله توقع الكلوب تربح قداش تربح؟ وطبعا وخليفة راه محايد جدا يحب المنتخب الوطني والألماني، هذا زوج حاجات. أنا متعاطف مع الترجي. ها؟ لا أنا متعاطف مع الترجي الرياضي. الأقرب البطولة نشوف. الأقرب بطولة الترجي؟ سي أقرب فريق للبطولة هو الترجي الرياضي، ولكن أنا ديما كي نشوف ترجي قريبة نادي الفريقي تربح. آه ديما في المواسم اللي ديما ترجي قريبة الكلوب تعمل مفاجأة في الأخير. هذا ديما كي تبدا ماهيش محطوطة. متوقع ماهيش خبير كبير في الكورة. خليفة في وسط الأجواء هذه المدرج بتاع الكورة، وأنت تتبع يعني المنطلق متابعتك الأجواء كان متقاطع برشا مع السياسة في برشا مراحل. يعني واليوم دخلت ما يسمى لي جروب هذوما وما يسمى الواحد. كيف تقيم جو المدرج اليوم؟ لا جو عادي ولا كل عام جمهور الكلوب اللي جروب اللي تعارك مع بعضها؟ الله اعلم، احنا ما نحبوش نخوفوا الناس، لكن حتى في وقت من الاوقات برشا تراح في الاسبيرانس اللي جروب زاد خاضت في بعضها. ان شاء الله تعادل رياضيه عاليه، ما نحبوش المشكله اونتر بوبليك واحد. لا مؤسفه اليوم الكوره هجروها الجمهور، هجر الملاعب وهذا سيء راه، هذه حقيقه وتحملوا فيه كلنا المسؤوليه، لكن غياب الجمهور على الملاعب سيء، لانه هي جزء من المتنفس الاجتماعي والنفسي وحتى الثقافي، وفضاء اخر يهربوا منه الناس من الرسميات. اليوم ضروري اليوم الى متى البلاد حسب رايك خليفه؟ خمسة سنين كاملين المشهد هذا ماهوش موجود في الاستاد. يا اخي حاجتي بيه في البلاتو انا خلاوته هذايا، وهما عاملين دخلتهم وذوك عاملين دخلتهم. جزء من الاعتبارات الامنيه وهشاشه الوضع الامني فرض هذايا. كل انا ايش نقول؟ كل ما نقاش الجمهور في ملاعب كرة القدم نعتبر الوضع الأمني والاجتماعي ما مشاش للمجال الصحي. أنا مقياس نجاح يعني الحكومة، مقياس نجاح الحكومة وضعنا الأمني في البلاد هو عودة الجمهور إلى الملاعب. طالما لم يرجع الجمهور الملاعب ما ثماش نجاح للمرحلة الانتقالية. ملاحظة صغيرة، راهو أونتخ لو ميكرو ولو ماكرو، راهو المدارج راهو عبيد تعمل في السياسة، راهو نحبوا ولا نكرهوا. إيسكم قاطعين على خاطر نعملوا في السياسة ما يخليوناش نكونوا بالعدد الكافي باش نعبروا على راينا؟ ما نتصورش. لا ما تصورش. اسكو اسباب امنيه؟ اسباب امنيه راهو عبيد تنجم تتعارك في قهوه، تنجم تتعارك في الشارع، تنجم تتعارك في ترام. كوم سيدي راهو ساعات فما بعض المشاهد زاد انا حذرت تروح لتوال والكلوب زاد الناس كانت قاعده قامت تقاتل في بعضها زاد مش هذه فتره مخاض راهو في اطار الديمقراطيه قاعده تعيش فيها البلاد، راهو فتره مخاض راهو هذا هو عادي مخاض طلعوا الكرسي فهمتي وطيشوا فيها على راسنا. صحيه نحبوا ولا نكرهوا؟ صحيه يلزمك تتعدى باللي تاب هذيك باش تتعدى وتبدا تبني، فهمت؟ باهي وسامحني جوست حاجه قلت كونتخ لو ميكرو ولو ماكرو. بالنسبه لجماهير النادي الافريقي راهو لو ماكرو هو النادي الافريقي مش الدوله والسياسه راهو. هذا بوسينه مرحبا بك، مرحبا بك بوسيفه، تحقق بينا المخرج. نعتذر على التاخير. انا نحب نعطي كلمه في الموضوع نتاع الجماهير. علاش ديما جماهير النادي الافريقي كان يعطيونا 15,000 تقاونا 25,000؟ يعني ما نلوموش الدولة والوزارة الداخلية اللي ديما تعطي عدد مسموح متاع 10,000 حسب قداش يهز الستاد. استاد يهز 15 تلقى نادي الافريقي 20، استاد يهز نعطيه مثال للجارب بيسكو هما حاضرين معانا يعطيهم هما 15 في المباراة العادية أي مقابلة في البطولة تلقاهم 2,000 3,000 هكا. اي تشبيكم ما تمشيوش للاستاد انتم؟ واش ما سمعتش قالت لك ولا
يلا انت بقى فيها تاكل النادي الافريقي هذه نقص في تفسير الترجي محظوركم يعني مش حكيت يعني الحكومه عندها دخل في عدد الجماهير هاي عطات 15 انا جينا 15 نحن عطاونا 20 جينا 20 ما تقول انت عدد الجمهور وانا عندي تفل في الدار لا ما انتم كما قال عيسى مشاويني انتم جمهور مسرح سامحني لا مسرح انا حتى سيدي ما تعرفش بالسوق على الطريقه لا لا الحمد لله انا مسرح وانا قلت له مسرح مباريات كره قدم مباريات كره يد نمشي بيسك انا لعبت نادي الافريقي في كره اليد ملي رجعوا نادي الافريقي يعني ملي كنا صغار فرع كره اليد حضرت دربيات هوند حضرت دربيات في كره القدم حضرت دربيات بتيت خو يتذكرها تروح شكبة في القبه 11 بوان يعني عندها خمسه دربيات خمسه خمسه لا خمسه مش خمسه خمسه, خمسة, خمسة يعني تبارك الله يعني نتذكر يعني حاضرين ديما في كل مناسبات يعني حاضرين الحمد لله عريق وعريق وعريق اكيد ما نشكش انا لا ما نشكش انا في الحكايه هذيا اما انا نحكيو على الاعداد نحكيو على الاعداد انا ما نشكش في عراقتكم وما نشكش في تاريخكم عشان تيجي نقول لك حاجه نقول لك حاجه ما نشكش في هذيا اما نحكيو نحن على الحكومة كي ما تعطيكش 30,000 تذكرة وتعطيكش 25,000 تذكرة وتعطيكش 40,000 تذكرة ما يمنعش باش تجي انتوما 10,000 علاه ما تجيوش 10,000 حتى كان تعطيني انت تعطيني في الدربي انتوما واش تجيو كان في الدربي اعطيني 30,000 تذكرة ما جيتوش شوف بعينيك نص تصويرة اعطيني نحكي مباراة الدربي اكثر 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 انتوما باش تجيو انتوما شنو لا خويا هذاك باش تجي جينا جينا برشا مقابلات جينا برشا مقابلات الاخرانيين جيتوا جينا كان الفراج معبي تو انا باش نجي سامحني احنا راه في المرتبه العاشره تبارك الله 15,000 نعبيهم لا لا سي بون سي بون المرتبه العاشره 15,000 ما نعبيهم 15,000 فراج برك خويا انت مشيت البارح شفتي على الفيسبوك انا نشوف انا نتابع البارح انا انا في تونس عندي راجل يتبع منهم في ماتش دابا نتفرج في الكلوب في الكلوب وسوق سكاو سامحني سامحني المغربي ما نتبعهمش غير نعرفهم ممكن نعرف السبب ممكن نعرف السبب عليه معناها جماهير الترجي غادرت المدارج تحب ولا تكره على خاطر في استاد على خاطر في استاد ما عادش نجم تحير اسمك سيد نجم تو تشوف دي كور دو زومبا نجم تمشي تبع سهريات تبع حاجه اخرى فهمت اذا هو معناها ما عادش توصل للي تحب عليه في استاد تو قاعده الباسيون انتم النجم نقول لك الباسيون اللي بلاش فايده فهمت جوست هاني ماشي للاستاد محليني نلبس مايول تحير في موجه تعمل سيلفي وسناب شات في استاد وتروح تكلم ماشي كريم هذه تحكي على الجمهور تحكي على اخر حاجه هي الجمهور شو ما اخر حاجه الجمهور اول حاجه الجمهور اما اخر حاجه الجمهور تحكي لي ايش عندك في التيران انت ما عندك حتى شيء فارغ نعم يا بنت الشقاقه في التيران ما عندك حاجه نذكرك ما عندك حتى جوال اللي تو عم تخرج جوال ليه ليه تفضل انت ما حد شيء داخليه خليت النتائج تكون هكا انا داخليه نذكرك بحاجه يا بنت يربي لنا درونير وبين رئيس الجمعيه ما ماشي لمدير فني لمدير رياضي زوج متر بعض على بعض نحن ظروف داخلية تأكيد على الكورة خليت النتائج نتاعنا هكا لا نحن متصرف الحيشة تبيب في الكورة سامحني 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 شو ذكرك نحن متصرف الحيشة تبيب في الكورة أعطينا واحد في الكورة في كيف فيك لا حاجة على قدم لا 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 كلهم بيفهموا في المرشي شو ذكرك بحاجة صغيرة متصرف الحيشة إن الأمومة تحاش في كيف كيف تعرف كورة سامحني ليه ديك لا لا أكيد معك أكيد عليها وجينا كما قاس وزينا ديك ما تدخلوش معنا سلامي وجوال غطكم بنصور رجل تحيه رجل فنان مرحبا بيه رجل تحيه حتى انا رجل فنان منتصر الوحيش فنان اكيد اكيد ويعرف ايش يحكي يعني بخروج منتصر هذاك علاش نحن مرتبه 10 والله من خلال منتصر هذاك صار لكم انتم لا 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 فما عوامل اخرى فما عوامل اخرى مانيش باش نذكر لا ولا نعرف ولا نعرف منين والله نفرح برشا نفرح برشا كي راكم انتريسي بالنادي الافريقي لهالدرجه فهمت خاطر هضر على جمعيتي اكيد انا جاي نشوف الكلمه بكانت نحيه اسمه اسامه سلامي تاع منتظر الحيشي اسامه سلامي وتخليني ما تقول حتى رميتي مثلا المحرز بن علي خليني المحرز بن علي شنو عنده كارير المحرز بن علي سلامي مازال موجود اقل جوار في التراجع عنده كارير المحرز بن علي كان يتنحى خير اسامه هذيا كويزين يعطيك خير البربيش كويزين انتيرن يقول ما تعرفوش بس انا جريدي وقت اللي بديت بالكره في المنزه يجي راس لوطا يقولوا له الجمهور يقول له شوطي شوطي برك نتذكر انت قبيله سامحني زياد الرسالي ما يعرفش يقف الله ورضيت الوالدي بالراس كره في السماء يخطفها حطها في الشبكة يعطي الصح اسمعني قلت لي الكره قبيله قلت لي شنو عيطوا لك سامحني في حوم كريم جبارة اي واضح انا عيطوا لي شادي بعايو
تذكروا بعايو يا ما نصور سكوت في مسعيد حسن بعايا يا مدام احكي يا مدام خليته هكا وحده لا لا وحده لحد شيء يعني الدنيا طول هكا عندي جمعيه صحيحه بصراحه نحكي معاه والله ترى بتبيع انا حتى نحن نحترمكم بدونك الاحترام هذايا انا ما عرفتش شي عبر المقصود اي بيان سور بيان سور وبيت القصيده تاعي انا باذن الله مربوح انا لحد خلي المدام نسمع خلي نسمع المدام والله شو نقول انا من رايي بصراحه الترجي هي عندي انا من اقوى الجمعيات الموجوده في تونس في اللعب في برشا حاجات وان شاء الله مربوحه هاي قالت لك جمهور ما يتبعهاش بجد هاك تشوف موجود الجمهور غير نحن توا على الظروف الامنيه وبرشا حاجات اللي قاعده صايره في البلاد ما كذبش عليك مثلا انا نخافش نمشي للاستاد انا مره نخافش نمشي للاستاد على خاطر حبك للترجي ما يخليكش تتجاوز خوفك فهمت الدربي بصراحه الدربي بارتي قويه بصراحه انا واحده من الناس نحب نبدا متحمسه برشا باش نمشي انا وراجلي نفرج في البارتي لكن بصراحه الظروف الامنيه والمشاكل اللي تصير توا نتفادى لي انا باش نمشي للاستاد نتفرج في داري خير وانا نبدا مرتاحه باش تكون اصعب من الظروف الامنيه اللي في الشارع في ستات سيكوريتي اكثر من الشارع الحقيقه ملي تمشي للاستادات بالجو هذا اللي موجود وكذا حتى ما عندكش اشكاليه في كذا ورغم ساعات تاكل بعضها في وسط حتى في جروبات وكذا اكثر المباريات اللي تخوف اللي تتعبى فيها الستات هي ديربي اكثر المباريات هي مشيت برشا ما خفتش الحقيقه بثينه قايم بواجب بوثينة وشادي باش نحكي ولو هي كوزينة تاعك ولا غالب وجبت لك برشا حاجات تعلم معقول جمهور الكلوب تو يمشي للجوارات في الانترينمون يقول لهم نحبكم تخسروا ما يسالش خاطر احنا لا ما فماش منها لا في رايك في حتى في المونديال وكذا نستناو فيكم في الدوره نحبوكم تخسروا باش نصفيو برشا حسابات توجيه لا لا والله متيراوي حصلت ولا البارح في رايك هاي متيراوي اكد بعض الجماهير نقولوا بعض الجماهير حتى كان صار لا ايش نقول لك ايش نقول لك هو ياكد علاش ما تقراهاش علاش ما تقراهاش في سير انت بحضورك تخطي التصويره نتاع بوندرول في لونترينمون في رادس لانيكس نتاع رادس اللي هي معناتها ان ديفيت واحده اخرى اسمع ايش فيها اسمع ايش فيها البوندرول البوندرول نتاع ليونوغس في بالي البوندرول نتاع ليونوغس سي دو لومور نوار فوالا بور موتيفي لي جوور فهمت اوكي اون دي خلينا شنو فهمتها معناتها ان ديفيت واحده اخرى هذايا في الديربي راكم فرحونا على الاخر معناها مش نفضوا معاكم مشاكلنا الكل اش معناها معناتها اوترمون دي جوار انا بالنسبه لي انا سي جي تي ان جوار قاعد نلعب عندي ديربي كي نقرا بوندرول هذيك نتاع في بالي التوب نتاع انه تقطع علاقتك مع جمهور ناديك انك تخسر بارتيجي معناتها سي اون موتيفاسيون اما بطريقه تفهم يعني اليوم الجو في الكلوب يخليها تفهم بالطريقه اين معناها لي ميساج ديريكت والنمطيه والاداريات ما عندناش معاهم راهو ديما الطرق نتاعنا ديما الطرق نتاعنا من نوع هذايا ديما الطرق نتاعنا دي ميساج متخبين تعرف الدخله اللي عملوها عملوا يناقشوا فيها بالدادائيه عملوا نقرا في الواحد الدخله عملتوها عملوها وشنو؟ بيان سور دادائيه ودرا شنو؟ بيان سور هو اللي تونا ياسر عبيد تحكي لك على ناجي علي تحكي لك على هواري بومدين في الجزائر عملنا دخله مالغري لو ريسك نعرفوا يا شادي يا شادي انا في عوضي انا ابعد من يكون مبروك عليك الهواري بومدين مبروك عليك ناجي علي المهم انا نهز التيتر انا نهضوا بالذوق العام اهم حاجه انك تنهض بالذوق العام شنو يا اخي شو عليك انت موسى بتاع السينما بيان سور الفريق كبيره راهو في عينينا وفي عينين العبيد الكل تجاوزت راهي لعبت اول جمعيه لعبت تبع الثقافه لاختنا سونيا مباركه يا سور ما بينا عملنا في وزاره الثقافه وليو يقريوها للصغار وليو يقريوها للصغار في المكاتب والله في طرح الكريدي تاع ليطوال شفت برشا ثقافه انا في المستقبل شيء كبير اسمع يصير يصير صار في المغرب اكزومبل وصار في الترجي صار في الشلالي شلالي يا رب المغرب هذيك هي بعض الجماهير يعني ما نقولوش الافريقي بركه ولا الترجي بركا صارت حتى في المغرب ما بينات بعضهم يعني الفريقي ولا التراجي ما يعملوش اكسبسيون ديما فما عناصر معينه صغار تدخل تشوشر واضح واضح كريم كلمه الاخرى هي كلمه كلمه تجي تسال انت جمهور واحد من الجمهور فرد من الجمهور نتاع النادي الافريقي تسال سؤال معين انت لونو تقول شكون تحب البطوله تهزها التراجي ولا ليطوال تقول لك نحب التراجي شكون قال لك حد يهز السياسي نعرفوا صفاقسي عنده عندي صحابي
عندي اصحابي قالوا لي تزري تزر سبينوسكم تزري كلوب. ما يهمنيش انا سعيد الشحكي واسمعوا يحبوا القلوب. احنا ما يهمنيش شكون يهز، احنا نحبوا النادي الافريقي نتصرفوا فيه. خلينا نعملوا دوره بتاع كريم قداش؟ ثلاثه بلاش. دره؟ اثنين بلاش. خليفه انت شات صحيح؟ شكون الكلوب قداش؟ كلوب قداش؟ اثنين ما اثنين هكا؟ اثنين واحد. بوثيب؟ واحد شعيب. نادي افريقي. ديزولي علاقتي بالنادي الافريقي ماهيش علاقه ارقام 1-0 و2-1 نجمش نجاوب. وليد هذا يا ولدي هذا هذا لازم تسيبوا حالك ولد عمي هذا ماركسي ليليني يقول لي برشا. انا سيناريو ديربي موسى بوكونت متخيله مش يتعاود هو بيدو. واحد بلاش؟ واحد شيء. نحن بالطبيعه ما نجموش نتحفظوا، المنتخب ان شاء الله يترشح لكاس افريقيا هذا الشيء نجموا نقولوه الحكايه هذيا. تبقاو معنا بعد الاخبار مع سونيا مبارك. مرحبا بكم ميرسي برشا على على الورد ان شاء الله غدوه الجو باهي وترجع الاجواء بالجد 30,000 من غادي و 30,000 من غاديك هذاك مش تحتاج تونس. يعطيك الصحه دوره الساعه الصحه سلامه بكم في الجزء الثاني من الناس نسمه. سعداء جدا باستقبال السيده سونيا مبارك وزيره الثقافه. سعادة مزدوجة سي خليفة اليوم على فكرة تختتمها السيدة الوزيرة وهي معناها من جمهور النساء. عندنا 6 نساء اليوم في البلاتو إبراهيم. لا تبارك الله، وهذا تبارك مهم جدا لتكريم المرأة على الدوام. يلزم ديما حاضر ديما كذا تناصف ما غير ما غير قوانين وما غير لا ما غير قوانين فرحانين زوز حاجات على الثقافة وعلى المرأة اللي تمثل الثقافة في البلاد. مرحبا بك لسونيا مبارك. شكرا لك، تحية لكم. المرأة والرجل احنا الاثنين نكملوا بعضنا. أكيد أكيد, أكيد. برشا ملفات متعلقة بمسألة الثقافة. الهم الثقافي في تونس هم عريق متجذر، الحكايات تاعو ماهيش فائق قيمه وترف وكذا، مساله استراتيجيه وان شاء الله تبقى كيما هكا. تشوفوا الروبورتاج هذا المتعلق برهانات قطاع الثقافه اليوم مطروحه على مكتب وزيره الثقافه السيده سونيا مبارك ونبداو النقاش معها. الوزيرة سونيا مبارك على رأس وزارة كثر الجدل حولها طيلة الخمس سنوات الماضية وعن دورها في رسم ملامح المشهد الثقافي في تونس وتجذير المفاهيم الجديدة اللي تعيش على وقعها البلاد وأهمها الحرية. وزارة الثقافة ينضاف الأدوار هاليوم دور آخر ألا وهو المساهمة الفعالة في مكافحة الإرهاب. نعتبر أنا أنه الرهان متاعنا اليوم مرة أخرى رهان ثقافي، الرهان الثقافي هذا في مواجهة الإرهاب. استلمت سونيا مبارك كرسي الوزارة ووضعت استراتيجية عملها اللي من أهم نقاطها إعادة الاعتبار لمكانة الثقافة والمثقفة والفنان التونسية والعمل على تفعيل لامركزية العمل الثقافية ودور الثقافة في دعم الاقتصاد. تحركات وزيرة الثقافة قد تعبر عن نية في الإضافة والإصلاح ويتجسد هذا في أكثر من زيارة ميدانية العديد التظاهرات الثقافية وعلى رأسهم إعطاء إشارة انطلاق استئناف أشغال مشروع المدينة الثقافية. نشاط مكثف وتحركات، رغم ذلك ما زالت وزارة الثقافة تواجه العديد من الانتقادات من داخل الوسط الثقافي ومن خارجه، وما زالت الوزارة والمنشآت الراجعة لها بالنظر تعيش العديد من المشاكل على غرار الخلافات داخل المسرح الوطني وإشكالية المعهد الوطني للتراث. برسك 300 واحد عامل عرضي هوني نخدمه، ما عندناش حتى صفة قانونية أول حاجة. ثاني حاجة احنا نخدمه برسك طوال أكثر واحد عنا 4 سنين سون كونترا بلاش حقوق، نضربوا ساعة ساعة بال 16 شهر فينا مش خالصين. رهانات وتحديات على طاولة الوزيرة ومشاكل ونقاط ضعف عديدة يعيشها الحقل الثقافي تزيد تصعب من عمل طاقم وزارة الثقافة، خاصة أنه النقاد يجمعوا اليوم على أن ميزانية الوزارة غير قادرة على النهوض بالقطاع الثقافي. والسؤال اليوم، ماذا أعدت الوزيرة في حقيبتها من حلول؟ لسونيا مرحبا بك. اهلا وسهلا. خلينا نبداو بالاخبار الباهي اللي استبشروا برشا توانسه حتى على مستوى الفرحه بعاصمتهم مدينه الثقافه استئناف الاشغال. نجموش نعلنوا انه في عهدكم السعيد ان شاء الله المدينه هذه باش تفتح ابوابها؟ هو الحقيقه خبر صار بالفعل، لانه مدينه الثقافه المشروع متوقف عنده اكثر من 10 سنين ورغم انه صاروا طلب عروض يعني متتاليه واخرهم في 2015 وما كانوش معناتها سيتي ان فكتور. علاش؟ لانه ما جاش معناتها ما جاش القسم كما يقولوا. المره هذه الحمد لله معناتها كل الاجراءات وقع اتخاذها مع وزاره التجهيز، لانه وزاره التجهيز هي المكلفه بالمشروع الى ان يتم انجازه
واليوم عندنا مقاول بدا يخدم على روحه وحسب تقديراته بعد 18 شهر باش يكون عندنا مدينة ثقافة. 18 شهر سنتين يخلينا وقت باش نحضروا البرمجة، لأنه مهم المحتوى اللي باش نقدموه في مدينة ثقافة خاصة. وكان تسمح لي برهان نعطي فكرة على الفضاءات اللي فيها. بالنسبة للقسط هذية اللي باش يتم تكملة هي في الحقيقة، لأنه مدينة ثقافة في 60% من بنيتها التحتية موجودة. اليوم باش يكون عندنا أو بعد 18 شهر جاهزين معناتها لتقديم عروض ثلاثة فضاءات. عندنا فضاء الأوبرا اللي يتسع إلى 1800 مقعد، وعندنا مسرح بوليفالون يعني ممكن يكون للمسرحيات كما ممكن يكون للرقص المعاصر كما يكون للعروض الموسيقية، 700 مقعد إلى جانب قاعة كذلك بوليفالونت نجم تكون استوديو حتى وتكون مكان للعمل أو ورشة ويكون مسرح أو قاعة سينما إلى جانب ثلاثة فضاءات هذوما. عندنا طبعا متحف الفنون المعاصرة، هذا مهم جدا أنه مدينة ثقافة تكون عندها متحف للفنون المعاصرة. والحقيقة عندنا اتفاقيات احنا مع فرنسا منذ سنوات حتى يتم تكوين التوانسة اللي باش يخدموا في المتحف هذايا، لأنه هذا مهم وندخل هوني في مجال آخر. إلى جانب أنه فما المكتبة السينمائية، إلى جانب أنه فما فضاءات للإكسبوزيسيون في الأخ بلاستيك، يعني الفضاء متعدد الاختصاصات ماهوش فقط للمجال الموسيقي، هناك فضاءات تجارية كذلك. يعني مدينة ثقافة باش تخدم 600-700 إطار بالضبط. هنا الطاقة التشغيلية نتاعها لهنا الطاقة التشغيلية اليوم عندنا يعني بعض الدراسات هذه بالنسبة للإطارات اللي باش تقوم بالتصرف في مدينة الثقافة. لكن هذه يحيلنا على موضوع آخر، باش يكون فما دار الفنانين زاد وهذا مهم. باش تكون غاديكا في مدينة الثقافة؟ في مدينة الثقافة فيها ثلاثة طوابق ومستقلة تقريبا. ايش تقصد بدار الفنانين؟ دار الفنانين فما الفنون، تجمع الفنون الكل. يعني المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية، يعني حتى يجتمعوا ويعملوا ورشات ويعملوا حتى دي فوروم ولا دي وركشوب إلى آخره. مهم هذا. سيد الوزير باش نسألك في جانب مهم توا العواصم الثقافية الكبيرة اللي تحولت حتى نظرائنا إقليميا في المغرب في مراكش في كذا، الفضاء يلعب دوره في طبعًا. تسويق التظاهرة الثقافية طبعًا. اليوم ما نعرفش مدينة ثقافة خممنا في الفضاء الكبير اللي مهرجاناتنا يتم الافتتاح يولي فيها غديكة، وإلا كي العادة نهار كل السينما تنزح للمسرح والمسرح ينزح للكوليزي وكل كلمة اللي في نهاية الأمر فضاء ضيق. حتى التوى بلاد بعد 60 سنة ما نجموش نعملوا تظاهرة كبيرة في غياب الفضاء الكبير. مدينة الثقافة فما بديل؟ هذا هو يعني مدينة الثقافة تطرح بديل على مستوى التظاهرات الكبرى التونسية اللي عندنا كما أيام قرطاج السينمائية كما أيام قرطاج الموسيقية اللي هي بعد أيام معناتها باش تنطلق، وإلا أيام قرطاج المسرحية كذلك. إلى جانب أنه ممكن أنها من الجهات تظاهرات كبرى تستقبلها في العاصمة وهذا إيجابي جدا وباش نثمنوه كثيرا، إلى جانب أنه ممكن أنها تستقطب تظاهرات دولية تكون تتقدم في تونس. وأهم حاجة نجموا نمشيو فيها هي المعارض الدولية. أنت اليوم نعرفوا أنه فما لتوريزم ديز إكسبوزيسيون في العالم أجمع ويدخل برشا فلوس راهو معناتها مثل هالتظاهرات. فاحنا باش نمشيو كثيرا في الـ في الـ في الإطار هذايا. ونحب نقول اللي مدينة الثقافة هي مشروع يلزم يدخل معاه الاستثمار الخاص، لأنه واليوم مطروح بجدية أنه حتى الهيكلة ولا الإطار القانوني والمؤسساتي لمدينة الثقافة يكون يسمح بذلك، يكون يتمتع بمرونة، يكون مثلا شانتي هنا كيف باش تعمل مع البيروقراطية الإدارية والقوانين ورزمة الواحد مثلا ينجم يكون مؤسسة عمومية ذات صبغة ثقافية مثلا أو فما أطر أخرى. يعني إحنا اليوم في دراسة لأنه صارت دراسات، واليوم في الإطار هذا عنا عامين باش نفكروا
ما هو الحل الأنسب أو الإطار القانوني والمؤسساتي الأنسب حتى تكون مدينة الثقافة معناتها تسوق نفسها كذلك، تكون عندها دي ليبريري تبيع كتبات ولا معناتها مثلا تكري المسارح نتاعها إلى آخره، يعني شانتي كبير بالنسبة لمدينة الثقافة. هذا بالنسبة لمدينة الثقافة خليفة. بالنسبة رحب السيدة الوزيرة. شوف أنا أولا ديما كان بيودي كي نقابلوا وزير ما نحكيوش عن مشاكل اللي نشوفها ديما صغيرة، لأنه وزير يلزم برنامج يقدم عليه في مستوى الإصلاح، نحن في مرحلة جديدة. وأنت من حظك أنك أنت صغيرة تتمنى تكون وزير. هاو جات الفرصة قلت سأصبح وزيرة. جات وزير. اليوم قدامك المشروعات بعيد عن مطلبية معهد وطني التراث ولا اللي يخدموا في باردو على أهمية نحكوا فيه الموضوع هذا. أعتقد أنك ستجيب عليه لأنه ريبورتاج هي مهمة. أطرح. لأنه ريبورتاج اطرح. اليوم عندنا مشكلات واضحة. صفاقس عاصمة للثقافة ولم نرى شيء من هذا. ومشاكل كبيرة في المسألة. اليوم هذا ملف يلزم يتحل. اليوم مشينا 3 أشهر وهذه العاصمة للثقافة العربية لا نرى لها لا ثقافة محلية ولا عربية. الفضاءات المكتبية العمومية كنا نحكي قبيل على قرية بلدي وهي فضاءات بصراحة كانها مش تدخل للمتحفية، بدأت تفقد في أهميتها وهي محتاجة للرقمنة، محتاجة للعصرنا لأنه دخلنا عصر جديد، ما عادش مجرد مكاتب متاحف موجودة، يلزم بعث فيها حياة جديدة وهي فضاء مهم لاستقبال الطلبة والمثقفين اللي ما عندهم حتى ملجأ اليوم أمام هجوم المقاهي. صحيح. المسألة الأخرى اللي قدامنا هو وقيت باش نعاودوا نقيموا المهرجانات وأساسا كارتاج للسينما للمسرح للموسيقى، يعني هذا دخل في جانب من الروتينية. قدامنا دول فاتونا بدأوا بعدنا ويكفي أنه نذكر المغرب، نمشيوش لدبي وغيرها يمكن إمكانياتهم المادية تفوتنا بسنين ضوئية، ولكن ثم الدول في مستوانا وحجمنا وفاتونا. اليوم وقيت أمام السيدة وزيرة الثقافة أنها تكون صاحبة مشروع إصلاحي في هذا المجال، يعني بعيدا عن الخطاب كون نحن سندخل في مقاومة الإرهاب وغيره لأنه هذا مشروع شامل يمكن تتداخل فيه كل الوزارات مشتركة، ولكن أنا عندي هموم. ثانيا الثقافة في المناطق الداخلية في المعتمديات في القرى في الأرياف بصراحة انتهت، يعني حتى الفضاءات اللي موجوعة هذه دور الثقافة مجرد بناءات خاوية لا من زوار داخلها ولا من أنشطة فيها ولا من إمكانيات. كيفاش نعود نحفز الناس أنها تعود ترجع لدور الثقافة؟ مهجورة دور الثقافة. تدخل أي دشرة من دشور في بلادنا نمشي نشوف بنية كبيرة أو في القرى والمعتمدين. سيد الوزيرة مدينة شاب في مدينة ليس لديه حظ أن يشوف شريط سينما شيء غير معقول. المسألة الأخيرة حتى ما تقولش كاهلك ولكن هذه نقاط أهم، معرض الكتاب يعني زاد دخل في عالم من الروتينية. الناشرين بدأوا ينقصوا وهذا نعرفوه، زرت أكثر من مرة حتى المدة هذه فما ناشرين ما عادش يجيو، الناس هجروه كذلك لازم نفهموا علاش الناس قاعد تهجر في هذا المعرض. وروتينية زاد مطلقة، معرض موجود في الكرم يمكن معرض الأثاث قاعد يفوت فيه ياسر للأسف وما يخدم أرواحهم، وجانب آخر مهم ولكن معرض الكتاب اللي هو من مشموله لا شفنا مدارس تمشي لا زيارات معناها جماعية لا تسويق لي في الجهات ولا حتى شيء. يلزم نعاودوا نفكروا، مش نقول أنا مسؤولية وزارة الثقافة لا، ولكن مسؤولية وزارة الثقافة هذه الملفات أن تطرحها على الدرس على الأقل نقدموا تصورنا المستقبلي. واضح. أنت طرحت كل المشاكل والهواجس بتاعي شخصيا. نحب نقول لك ساعة أنا عمري من الصغرى ما كانت أمنيتي نولي وزير الثقافة. باش نفسر لك بسبب بسيط، لأني أعتبر أنه ما كانت الفنان مثل ما كانت العالم والفيلسوف في المجتمع عنده دور كبير وجوهري في تغيير العالم. مهم. ولكن مثل ما أنا ملتزمة بفني وباختياراتي في الفن وهذا تعرفوه، ملتزمة بحبي للوطن وهذا ماهوش كلام سياسة لأني أنا تعرفوا جو سوي انديبوندونت. نعم. دونك وقت اللي السيد رئيس الحكومة اتصل بي وطلب مني أني ألتحق بالفريق، بطبيعة الحال ريت أنه هذايا من قابل التزامي ببلادي فقط،
ما عمري ما فكرت ولا سعيد ما شفناش اعتراضات على ولا سعيد في وزارة الثقافة هذا لا لا نحكي لك هذايا باش نتجاوزوا ويشرفني وشرف كبير ليا والأسرة الثقافية والفنية. نبداو بصفاقس عاصمة الثقافة العربية. أنت طرحت لي كل المسائل يعني باش نبدا بصفاقس عاصمة الثقافة العربية. كانت موضوع أول زيارتي الميدانية بعد أسبوع من اللي تسلمت الوزارة. وبالفعل طرحنا عديد الإشكاليات خاطر الهيئة بدأت تخدم من ديسمبر 2014. كنت أتصور أنه باش نلقى يعني برنامج جاهز باش نلقى على مستوى مشاريع البنية التحتية بداو إلى آخره. شنو الإشكالية؟ فما إشكاليات عقارية هي اللي عطلت مثلا إنجاز المشاريع كما حكاوا على المكتبة الرقمية اللي هي موجودة في الكنيسية اللي باش تتعمل في الكنيسية في صفاقس. هذاك قعد عام ولا عام ونص الإشكال أو النزاع حول العقار هو نفسه هذاك اللي عطل المشروع إنجاز. يعني هي ماهيش مخصصة لوزارة الثقافة يلزمكم تفهموا انه مخصصة لأي وزارة ماهيش مخصصة لوزارة يعني البلدية. وقع طرح المسألة اسكو الكنيسية تاخذها وزارة الثقافة تخصص لوزارة الثقافة للمشروع إلى آخره. بعد الجدال اتفقوا وبالفعل الكنيسية بعد عام ونص بعد الوقت مضى وكذا يعني ما نشوفوش الأمور بطريقة معنتها من خارج هذه من وسط وأنا نفسي كنت خارج الإطار وما فهمتش علاش عام ونص باش نوصلوا بعد هذيك. قلت وينهم التظاهرات؟ التظاهرات أنا استحسنت بصراحة أنه هيئة صفاقس عاصمة الثقافة العربية تنطلق من المجتمع المدني وتنطلق من الجمعيات حتى تؤسس البرنامج، وهذا باش يكون تجربة نموذجية، خاطر أنا بدي نحب العمل هذا التشاركية، الديمقراطية التشاركية اللي يحكيوا عليها، يلزمنا في إطار الثقافة نتاعنا الجديدة، نوليو نفتحوا دي باسخيل مع المجتمع المدني بالحقيقة، معناتها احنا نحكيوا على مركزية عندها مستويات عديدة. معناتها نوفيو من مركزية أنه القرار يكون مسقط من الوزارة إلى المندوبية. وهي تقرر لها شنو البرنامج إلى آخره. البرنامج يجب ينطلق من المجتمع المدني من خصوصية الجهة من فناني الجهة وصفاقس نعرفوا أنها تسخر طبعا. بفناني وبمثقفي إلى آخره. فعملوا دي بوتي غروب معناتها الهيئة الموسعة لصفاقس عاصمة الثقافة العربية فيها أكثر من 100 مثقف وفنان فنان تشكيلي شاعر إلى آخره. أنا استحسنت أنه الهيئة شركت المجتمع المدني وقلت هذه تجربة نموذجية بالفعل امشيوا فيها لكن أعطيوني برنامج وأعطيوني بيدجي. علاش؟ لأنه رئاسة الحكومة أقرت أنه إذا كان هما بدأوا يصرفوا أحنا نزيدوهم الفلوس. هذا هو القرار اللي وقع أخذوا لأنه صفاقس عاصمة الثقافة العربية هي التظاهرة الوطنية الكبرى بالنسبة ل 2016. هذا ما فيش جدال. شنو اللي صار في إطار هالتشاركية هذه؟ وانتم تعرفوا أنه اليوم الميكانيزم متاع التشاركية ما هوش بطيء سهل بطيء جدا. وكذلك أهل صفاقس الكل يحبوا يشاركوا في التظاهرة. هذا هو الإشكال. والرأي واللي في عمر رأي واللي 100 رأي 150 رأي. هذا هو اللي خلى بطء أنه اليوم عنا برنامج احنا اليوم. من يومين أو من 3 أيام أنا عملت جلسة سميتها جلسة اون ريونيون دو كريز على خاطر وقت اللي نشوف انه فما استقالات ونشوف انه فما اشكاليات والصحافة تعطينا معناتها رد صدى ماهوش جيد. هذا مش جيد لتونس مش جيد لصفاقس مش جيد للهيئة. اش عملنا؟ عيطنا للهيئة عيطنا للمجتمع المدني عيطنا للناس الكل في الوزارة والسيد الوالي حاضر والي صفاقس والسيد رئيس البلدية. قلت لهم شوف اليوم احنا عندنا هدف بالنسبة لينا التظاهرة لابد أن تكون وتكون ناجحة. بالتالي كل واحد يخلي يعني المعارك يعني لي بتي كونفلي لي بروبليم ديغو فما مشاكل كبيرة كل واحد يحب يا خويا نحبوا نوصلوا. يعني فما قبل نبداو في الخدمة؟ لا الخدمة بدات 2016 خاطر الخدمة بدات حددنا مسؤوليات كل واحد. كما انا ريت انه في الهيئة مثلا يلزم كل واحد لو كيفي كوا اي تري امبورطون في اي هيئة نتاع التظاهرات وانا ترأست تظاهرات ونعرف اللي من الاول اذا كان ما تحددش مسؤولية كل واحد في الهيئة ما تنجمش تخدم. واضح.
طول الموند في دونك اليوم في الملفات الاخرى السيده الوزيره بالنسبه لصفاقس عاصمه للثقافه العربيه من الناحيه المبدئيه عندهم مدير فني وهذا اللي يلزم يكون فما مدير فني في اي تظاهره مبدئيا ما عادش فما مشاكل ان شاء الله الناس كل مع بعضها واحنا نحبوا يكون فما ان كوميتي لجنه مسانده قلت لهم مسانده على المستوى الوطني والمثقفين نتاع صفاقس وتبارك الله فما برشا اعلاميين وفنانين كلهم مستعدين انهم يساندوا التظاهره خاطر هي وجه تونس ماهيش بالضبط تظاهره الثقافه الداخل الثقافه الداخل سيده سونيا مبارك برشا عباد يقول لك كما قال لك خليفه اكثر عنوان نتاع اللا عداله ولا مساواه في توزيع الثروه في البلاد هذه إذا كان عنده عنوان أكبر من حكاية المسائل المادية المباشرة هو في الثقافة. صحيح. الثقافة مركزة برشا. كونسنتري فما كان العاصمة اللي يسكن في العاصمة ولا في بعض المدن الكبرى هو نفش. اللي عنده الحق يشوف مسرحية هو اللي عنده الحق يشوف سينما هو اللي عنده الحق يشوف تظاهرة والناس البقية في غاياها بملكوت آخر بما يعني ذلك من الانحرافات الأخرى بتاع شبيبة عندها كان الإمكانيات بتاع فكر التضليل وفكر الواحد. هذه واقع. هذا واقع من حد ما ينجم ينكره ولكن كل واقع فيه اون ريلاتيفيتي سي افوار افيك بوكو دو ريلاتيفيزم فما جهات انا كنت السبت اللي فات في الكاف مع المدني قاعد يقف توا ثلاثة ولا أربع سنين قاعد وياخذ في دعم من وزارة الثقافة في إطار الدعم سيد الوزير في إطار الدعم عارف وخي وخي انا نتذكر فما مثلا في السينما فما تجربه اللي ماهيش محتاجه القاعات سينما كذا ودري شنو تجربه الجامعه التونسيه نوادي السينما مثلا هذه تجربه ملي احنا صغار الناس تربيت في السينما عندك الاطار هذاك صحيح الناس هذوما مشاكل كذا باش تتحل الجامعه كاين في يعني اش عملتوا معاهم الناس هذوما باش تنجموا تدعموا خاطر هذوما هما اللي يحملوا المشعل الداخل وفي المناطق وفي كذا شوف احنا الخطه نتاعنا بالنسبه انا قلت فما ثلاثه نقاط باش نخدم عليهم بصفه اوليه النقطه الاولى هي لا مركزيه العمل والفعل الثقافي حاجتين هذوما بالنسبه للعمل الثقافي في اطار التمييز الايجابي وانا مانيش نستعمل في شعارات راني بالفعل كذلك من الأسبوع الثاني من اللي تسلمت وزارة الثقافة مشيت الجندوبة وفي إطار التمييز الإيجابي الكازينو عاو تحلوا ولا قاعة سينما خاطرنا نعتقد أنه تنجم اليوم أكوخ تيرم تعمل حاجات تعمل تجهيز بعض القاعات أنك تعاود تحل دور ثقافة وتأثثهم لانه احيانا تبدا بالصغير ومن بعد تبدا بالمشاريع الكبرى وتعمل المركبات الثقافيه وتعمل المتاحف الى اخره فبدينا جندوبه كانت النقطه الثانيه اش عملنا فيها الكازينو عاودنا خذيناه واصبح قاعه نتاع سينما هذا صار بالنسبه لمسرح الهواء الطلق بتبرقه النزاع تفض وهوني سيد ولي الجندوبة نحب نشكره الحقيقة وكل الأطر اللي خاطر شوف وقت اللي فما سويفي نتاع ملفات يعني استنى المهرجان باش يكون قدرة ربي معناتها لأنه وزارة الثقافة مخصصة مليار مليار ومليار و200 هي التكملة نتاع يعني لو بلاتو تكنيك نتاع مسرح الهواء الطلق اللي يتسع ل 5000 متفرج في تبرقة وهو بالبنية التحتية جاهز هذه المسألة تفضت زادة ونحب نشكر زادة منتزه تبرقة اللي هما تفهموا أنه اليوم هذه نحكي أكوختير الوقت فما حاجة ثانية أنه توفير الأجهزة بالنسبة للأفلام مش فقط في دور الثقافة احنا عنا الخارطة متاعنا لكل 24 ولاية باش يكون فيها كل عام 10 او 14 معناتها الدي سي بي وكل باش يدخلوا داخل الجمهوريه مش تونس العاصمه داخل الجمهوريه يتفرجوا في السينما بالنسبه حكيت لكم على دور الثقافه في المعتمديات عندنا مشاريع باش نمشيو تدريجيا هذه كيف باش نمشيو فيها المتاحف لانه المتاحف راهو اصعب حاجه باش من سيد الوزير الوقت اللي غالب انتهى واللي فات برشا قضيه التجديد اللي يحكي عليها سي خليفه توا بالنسبه لل ثقافة بلا خيال ما تنجمش تمشي لبعيد، قال لك المهرجانات نجم تخيلها نتاع 2017 كي العادة البساط الأحمر معروض، الجماعة داخلين، حوايجهم كذا، هما بيدهم لجنة التحكيم، فر السينما إلى اللقاء في الحلقة القادمة. يا أخي ما عندناش ايماجيناسيون جديدة قادرة تخرج بالمهرجانات الكبيرة هذه كارتاج للسينما، كارتاج للمسرح، كارتاج حتى للموسيقى، من الروتين هذا نتاع السنوات المتراكمة. شوف أنا يظهر لي
كل مدير مهرجان عنده تصور، تصور فني. أنا نتذكر وقت اللي تسلمت مهرجان كارتاج كان كنت نخدم على المركزية ديريكتومون، معناتها نخدم على الإين والأوف. بالنسبة لي اللي يجي المسرح كارتاج الكبير يلقى مكان، ولكن في الجهة زادة نبث سهرات مباشرة على شاشة عملاقة في سيدي بوزيد، في توزر، في سليانة، في الكافي، لآخره يعني. واليوم التمشي متاع وزارة الثقافة هو كل مهرجانات يزم تكون عندها أنشطة داخل الجمهورية مناسبة مثلا أيام قرطاج الموسيقية باش يكون بالفعل هناك نشاط وفما ناس نجيبوهم من الجهات يجيوا بحدنا يعني. هذا عام على كل مهرجان مهرجانات. يظهر لي احنا عندنا مهرجانات دولية مهمة ومتميزة في تونس، كارتاج ولا حمامات ولا غيرهم من المهرجانات عندهم ميزات ما نجموش نقارنوهم يعني. من السهل أن نقارن مع بعض المهرجانات من المغرب إلى آخره يعني. وين الطابع التجاري ولا طابع الصورة أكثر من أنه مضمون؟ ما عندي شيء بالطبيعة ضد المغرب، بالعكس أنا أرى أنها تجربة ناجحة، ولكن احنا خدمنا سور لي كونسيبت اوسي في تونس. مهرجان كارتاج والا مهرجان الحمامات مسرح، والتجربه التونسيه في المجال المسرحي والتجارب العالميه يعني. من السهل ان نقولوا ما فماش تصورات، وكل موجودين التصورات وظاهرين من خلال البرمجات معناتها. اكيد مكتبه عموميه غاريبالدي، لماذا تركتوها وحدها غاريبالدي؟ ساعه شوف غاريبالدي من 57 راي معناتها تقدم في 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 خدمات للطلبه بالذات. انا كنت اكثر نمشي الإبلاء غاريبالدي، لكن غاريبالدي تابعه جمعيه راهو تابعه جمعيه، ومع ذلك لا يعني ماهيش مباشره معناتها تتبع وزاره الثقافه، ولكن مع ذلك احنا مندوب تونس معناتها زيد باش ندخل في تفاصيل انه نحاولوا ندخلوا باش نسويوا الوضعيه ماشيين في العمليه، ماشيين في العمليه واقفين معها. سونيا مبارك وزيره الثقافه مشكوره جدا. لا المعهد الوطني للتراث والموظفين لانهم هما طلبونا نبلغوا صوتهم. شوف المعهد الوطني للتراث ومساله العرضيين مشكله كبيره، وانا متفقه معه، وخاصه انا اللي قلقني انه الى جانب الحق في العمل. ها باش نقول لك الحق في العمل هذه حاجه اوكي، لكن انه الانسان يقعد اشهره ما عندوش سلاح، ما عندوش سلاح مشكله كبيره. دونك احنا لقينا توا معناتها وزاره الثقافه خذيت على عاتقها وتفهمنا مع وزاره الماليه انه من الميزانيه نتاع وزاره الثقافه باش نسويو لي سالير ديجا، ومن بعد نشوفوا مع رئاسه الحكومه قضيه بالنسبه لهم لعبه مساله واضحه الاسبوع القادم حكايه تسويه لي سالير. لي سالير بداوا ديجا البعض منهم، وانا استقبلتهم راني عديد المرات على عكس ما يقال. واضح. سونيا مبارك وزير الثقافه شكرا جزيلا. شكرا لك على الحضور، وان شاء الله حد باهي للثقافه في البلاد. ما نتلجم تتناوش البلاد كان شويه ثقافه وشويه جماليه برشا ثقافه كده. مش شويه كيما انا نقولوا هكا باش الواحد. وحبيت نقول حاجه فقط سريعا، نقول راهو وزاره الثقافه ماهيش وزاره التظاهرات. هذا انجازكم هي وزاره مختبر ومخبر للفكر. اكيد يلزم يرجع هالفوكاسيون هذه مخبر الافكار. هذا الكتاب من اصدار وزاره الثقافه في الذكرى السنويه الاولى كذا متحف باردوا يرجع وديما يبقى صامد صرخه نتاع حياه في وجه الناس اللي حبته تكون عنوان نتاع موت. بارك الله فيكم، ان شاء الله نحن نستقبلوكم بقدره ربي في بدايه الاسبوع القادم. بقيه مشاهده ممتعه البرامجنا. تفرجوا على حلقة اليوم من نسمة نيوز على نوتر سيت ويب www.nesma.tv/replay، وإلا على الباج فيسبوك نسمة تيفي.